مساء الخير يا جماعة، عايزين نعمل تشيك للساوند الأول ونتأكد إن الصوت مظبوط وكل حاجة تمام. انا استنى الناس تعمل جوين. صوت تمام يا جماعة، واضح عندكم؟ مش عايز اي تقطيع في الصوت، وعايز الصوت يكون واضح تمام عند كل الناس. الصوت واضح عند الكل؟ عايزكم تجهزوا كده قهوتكم يا جماعة، كوباية شاي رايقة جنبك، لابك تمام، كله يقوم يجيب الحاجات دي. يلا ورقة وقلم، يبقى اللاب بتاعك بالتمبلت جاهزة عليه زي ما انا كنت شرحت لكم في البوست قبل كده، ان انا عايز التمبلت جاهزة عليه كل حاجة. ورقة وقلم جنبك عشان تسجل معايا أول بأول. كوباية القهوة بتاعتك، ممكن تاخد الموبايل في ايدك وتحضر قهوتك. احنا البروجرام بتاعنا هيبقى عبارة عن جزء نظري صغير خالص، مش هطول فيه، ربع ساعة بس، بعد كده هنبدأ نشتغل على طول. بعد النظر على طول هنشتغل. خلال النظر يا جماعة كل الناس تنزل التمبلتس اللي احنا كنا قلنا عليه. المفروض ان انتم مجهزين التمبلتس دي اوريدي من بدري. كله ينزل تحت على ال يعمل شير يا جماعة بعد إذنكم، كله يعمل شير عشان يوصل لكل الناس، عشان في ناس متبقاش عارفة تدخل على التايم لاين أو متلخبطة، فكله يعمل شير بعد إذنكم. احنا معانا دلوقتي حوالي 150 واحد، كلهم يعملوا شير بعد إذنكم عشان نبدأ. الناس اللي بتسأل يا جماعة المحاضرة متسجلة ولا لأ، أهم حاجة حتى لو متسجلة الإفادة هتبقى أكتر لو أنت شغال معايا لايف، لأن أنا هتابعك ستيب باي ستيب، هقرا الكومنتات لو حد عنده مشكلة، غير لما تبقى مش لايف. تاني أعيد تاني زي ما اتفقنا يا جماعة، هنبدأ على طول بالنظري 10 دقايق مش هطول، وبعد كده هندخل على الإيه؟ على العمل على طول. هنجهز بس الأول عشان تبقى فاهم الفكرة، أنا هشتغل إزاي عشان ما تتوهش مني. طيب واحدة واحدة بقى، وستيب باي ستيب عشان نتوكل على الله ونبدأ. يا جماعة الصوت تمام، كل حاجة تمام، كله عامل شير، اعمل شير وانا شغال وانا بشرح. يلا اهو، وتعالى ناخد الموضوع واحدة واحدة. بص، قبل ما تعمل ديجيتال سمايل ديزاين، قبل ما تعمل ديجيتال سمايل ديزاين لازم تعرف ليه اوريدي انا بعمل ديجيتال سمايل ديزاين اصلا، انا ليه محتاجه. مفيش حاجة اسمها دلوقتي أي دايركت كومبوزيت فينير أو إن دايركت سيراميك من غير ديجيتال سمايل ديزاين، بقت أساسي بالنسبة لي في كل شغلي. كل الناس بتحتاجها، هتحتاجها سواء عشان تريحك في شغلك أو هتحتاجها عشان الماركتينج بتاعك، وده أهم بكتير بكتير بكتير. طب ليه يا دكتور موضوع الماركتينج ده؟ أنا هديك حتة حلوة كده أعملها وجربها وهتدعي لي بعدها. أعمل الديجيتال سمايل ديزاين إن فرونت أوف ذا بيشنت، قدام العيان. يعني العيان جاي لك الفيزيت الأولانية تمام، لو انت محترف او بروفيشنال وتعودت على ديجيتال سمارت ديزاين صدقني مش هياخد في ايدك اكتر من 10 دقائق. فانت هتصور العيان وهو قاعد، هتنقل الصور من الكاميرا
على طول على اللاب بتاعك، وهتعمل ديزاين قدامه، هتقول له انت سنك هتبقى كذا، واحنا هنحرك كذا، وهنشيل من لسه كذا، وهنعمل كذا وكذا وكذا، وهتوري العين النتيجه. العين هيبقى فيري تراستد، وهيقتنع جدا، وهتعجبه النتيجه جدا. اغلب شغلي كده على فكره، يعني كل العيانين اللي بشتغل لهم دايركت كومبوزيت فينير او دايركت سيراميك بعمله تيشرت سمايل ديزاين وانا قاعد بخلصه له كده واحنا قاعدين. فالعيان لما بيبص على النتيجه بيبقى فيه كونفيدنس عالي قوي. الفيزيت التانيه اللي بيجي لي فيها دي اللي بعمل فيها بقى الموكب، سواء بقى هعمل اديتيف سبتراكتيف اللي انا هعمله بالظبط، لكن الموكب بعمله في الفيزيت التانيه. الديجيتال سمايل ديزاين بعمله اول مره، عشان كده دي اهميته. تعالى ناخد الايتيمز اللي انت هتحتاجها معايا دلوقتي واحنا شغالين في الورك شوب. ايه الايتيمز اللي لازم ابقى فاهمها؟ ناخدهم واحده واحده. اول حاجه عندي حاجه اسمها الميد لاين. الميد لاين عندك حاجتين يا جماعه، حاجه اسمها الفيشيال ميد لاين والدنتال ميد لاين. ايه الفرق ما بينهم؟ الفيشيال ميد لاين ده تمام اللي بياخد من اول الجلابيلا، تمام، النيزيون، المنتون، بتشد خط ما بين الثلاثه، وده احنا هنرسمه مع بعض دلوقتي. الدنتال ميد لاين الخط اللي بيعدي ما بين الاثنين سنترال انسايزورز. يبقى انا عندي تو ميد لاينز، عندي حاجه اسمها فيشيال ميد لاين وده من الجلابيلا لحد المنتون، وعندي حاجه اسمها دنتال ميد لاين وده اللي بيعدي ما بين السنترال انسايزورز في الميزيال سيرفيس بتاعه. طب احنا هنرسم خطين، خط دنتال وخط فيشيال، هنرسم واحد دنتال وواحد فيشيال واحنا شغالين دلوقتي. لو انت بصيت ولقيت الدنتال ميد لاين والفيشيال ميد لاين ماشيين مع بعض، ما عنديش مشكله. طب لو انا عندي الدنتال ميد لاين مع الفيشيال في ديفيشن خفيف كده ملي، هنشتغل على الدنتال مفيش مشكله. 2 ملي هنمشي على الدنتال مفيش مشكله. بيقولوا لحد 4 تمام، انا بقول لك لحد 3 تمام، يعني لحد 3 ملي متر الخط بتاعنا بتاع الدنتال ميد لاين هو اللي هنشتغل عليه، مش هنشتغل على الفيشيال. اكتر من كده لا، هنشتغل على الفيشيال ميد لاين وهنبدا نعمل الديفيشن ده ونصلحه في الدنتال في اسنان العيان نفسها. وصلت الفكره؟ يبقى انا عندي دنتال ميد لاين وفيشيال ميد لاين، دي اول حاجه محتاج اعرفها. زي ما قلت لكم النظري بتاعنا جزء صغير خالص في الاول بس. عندك توم كروز مثلا عنده فيشيال ميد لاين شيفت، لو بصيت على السنان انها ماشيه مع الفيس، لا مش ماشيه، بس هل هي باينه؟ مش باينه، لان المسافه تعتبر صغيره جدا، باينه بالنسبه لدكتور اسنان بس. طيب بص هنا الدنتال ميد لاين كانتينج. كانتينج يعني ايه؟ يعني اتنين سنترال انسايزرز مايلين سنه يمين. كله يعمل شير يا جماعه، باكد عليكم تاني، احنا معانا 250 اهو جويند، كله يعمل شير عشان يوصل للكل معايا. كانتينج يعني في ميل، ميل خفيف خالص، تمام. الميل الخفيف ده اهو بيبقى مشكله بالنسبه لي. طيب انا قلت لكم في الاول ليه بعمل ديجيتال سمايل ديزاين. بمنتهى البساطه انت هتشتغل من غير ديجيتال سمايل ديزاين، وخدت الامبريشن بتاعك ووديته للمعمل، المعمل جاب لك التركيبه زي الفل، تبص عليها على الكاست 10 على 10، تحطها في بق العيان انسايزر كانتينج. المعمل شغال على الكاست مش شايف وش العيان، هو مش شايف وش العيان، فسواء اوكلوزال كانتينج او انسايزال كانتينج ده هيظهر معاك في بق العيان. هتيجي تبص هتلاقي التركيبه كلها ملوحه كده، او التركيبه كلها ملوحه كده، دي ريميك ملهاش حل تاني. يبقى انا بسبب ان انا ما ربطتش شكل التركيبه بشكل الفيس، هي دي فكره الديجيتال سمايل ديزاين، بربط الفيس بالتركيبه بس. بص هنا الانسايزال بلين تمام، المفروض انه يبقى بارلل مع الانتر بابيلر لاين، الخط ده اللي بيعدي ما بين العينين بيبقى بارلل ليه. الكانتينج ان الخط ده يميل كده او يميل كده، الانسايزال كانتينج. الاوكلوزال كانتينج يعني من الميل من ورا، بحط حته بتاع خشب صغيره كده او تانج بريسور او اي حاجه فلات ورا عند البوستيريور، واخلي عيني يعض عليها وابص في المحاذاه بتاعتها مع عينين العيان، لقيتها مايله يمين لقيتها مايله شمال، هو ده الكانتينج تمام. يبقى عشان كده انا بعمل ديجيتال سمايل ديزاين عشان اربط وش العيان بالتركيبه بتاعتي. بمنتهى البساطه انا بحاول اديك حاجه سيمبل، بحاول اوصل لك المعلومه بشكل بسيط، مش عايز اعقدك. ودايما بقول للطلاب بتوعي انت مش جاي تحضر ماجستير او بي اتش دي في ديجيتال سمايل ديزاين، انت عايز تستخدمه ككلينيشن في عيادتك بشكل مبسط من غير تعقيدات، من غير ما تبقى انت مش رايح تدي كورس فيه، انت عايز تعرف الفكره العامه ماشيه ازاي، وده اللي انا هساعدك فيه. ادي التانج بريسر اهو يا جماعه، بحطه خلي العين يعض وابص على الانتر بابيلر لاين اللي فوق ده اهو، هلاحظ ان في ميل، هو ده الاوكلوزال كانتنج. طيب وادي كمان يا جماعه شكل الكانتنج انسايزل، انت لو بعت التركيبه على المعمل ده هيجيبها لك كلها كانتد. انت عايز تصلح الكانتنج ده، هتصلحه عن طريق ديجيتال سمايل ديزاين. السؤال المعتاد هو انا يا دكتور بعد ما اطلع الصوره دي بستفيد بيها ايه؟ بتستفيد حاجتين، المقاسات اللي عليها ممكن نعمل عليها واكس اب، تاني حاجه بتبعتها للمعمل.
انت حاجه من الاثنين، يا المعمل يكون بتعلم الديجيتال سمارت ديزاين وفاهمه، يا انت اللي بتعلمه، بتقعد معاه ساعتين تعلمه له وتفهمه هيقرا الصوره دي ازاي، وبعد كده تستمر معاه في الشغل. ايه البوينت التانية اللي هنحتاجها في شغلنا يا دكتور؟ السمايل لاين، ضحكة العيان. ازاي اربط ضحكة العيان بشغلي؟ اعرف الاول يعني ايه سمايل لاين. السمايل لاين ده كيرف ماشي منين لمنين، عارفين اللور ليب الشفة التحتانية ده ايه؟ السبيريور بوردر بتاعها، الجزء العالي بتاعها، مش الابر ليب، اللور ليب. العين يضحك للاخر، تبص على اللور ليب بتاعته، تبص على اللاين ده، هو ده السمايل لاين. مفروض ان السنان بتبقى ماشيه مع السوبيريور بوردر بتاع اللب، ده واخد خط وده واخد خط، الخطين دول يبقوا ماشيين مع بعض، ما يبقاش العين بيضحك تمام والسنان فلات كده، او ما يبقاش العين بيضحك وفي ريفرس سمايل لاين معكوس الناحيه التانيه. طب فهماني اكتر يا دكتور. عندك 3 صور اهو بيوروا لك السمايل لاين بيختلف ازاي. عندك حاجه اسمها ريفرس سمايل لاين، شايفين هنا الصوره التالته دي ازاي الضحكه مقلوبه تمام. المعمل ممكن يشتغل لك ريفرس سمايل لاين، هو مش شايف، هو شغال على الكاست فمش واخد باله منها. العيان عنده ريفرس سمايل لاين وانت عايز تصلحه وتخلي السمايل لاين بتاعه مظبوط، يبقى كل ده هتربطه بالدي اس دي تمام. باكد عليكم تاني يا جماعه، نعمل شير عشان يوصل للكل. احنا قربنا نخلص النظر، انا جايب لكم جزء صغير خالص مفيش فراغ كتير عشان اربطه بالشغل بتاعكم. الجولدن بروبورشن دي اهم حاجه بالنسبه لي. بصوا يا جماعه، وجدوا زمان تمام الانشنت جريكس ان في حاجه اسمها جولدن بروبورشن، ترابط الاحجام بالنسبه لبعضها او الاطوال بالنسبه لبعضها في كل حاجه في الدنيا، في الاهرامات، في الايفل تاور، في الحاجات دي، لقوا انها مرتبطه واخده الشكل الجمالي ده نتيجه مقاسات معينه. لما جاوا نبص على الفيس بتاع العيان او الوش بتاع البني ادم، لقوا ان فعلا ان الطول مع العرض والحاجات دي بتفرق معانا من غير ما ارغي فيها كتير. الفيس في اطوال كتير سواء هوريزونتال او فيرتيكال مربطه ببعضها، هتلاقي نسبه كذا مع كذا بتساوي كذا، ونسبه كذا مع كذا بتساوي كذا، هي نفس النسبه اللي هي 1.6 ل 1. بس ده ما تهمنيش في حاجه دلوقتي. ايه اللي تهمني يا دكتور؟ الجولدن بروبورشن تهمني كدنتال. بص بقى على الصوره دي واحفظها معايا. لو السنترال انسايزور بتاعك هنا 16 مللي، العرض بتاعه هيبقى اللاترال 10 مللي، هيبقى الجزء اللي بيظهر من الكناين، مش الكناين كله، اللي هو الجزء الميزيال من الكناين وقت الضحك، هيبقى 0.6. يبقى النسبة بتاعتنا بتاعت الجولدن بروبورشن هي 1.6 to 1 to 0.6. النسبة دي ثابتة كمعايير جمالية. يعني العيان لو جاي لك بالسنتر انسايزر بتاعه العرض بتاعه 10 مللي، هتبقى اللاترال هتقسم بقى على 1.6 عشان تطلع النسبة، وبعد كده هتشوف الايه الكناين هيطلع معاك كام. وصلت الفكرة؟ احفظها بقى كده، 16 10 6 مللي. يعني لو السنتر انسايزر 16 مللي يبقى 10 6 مللي، هتحسب بالكالكوليتر لو انت عايز تحسب للعيان. بس احنا كده كده في الديجيتال سمارت ديزاين هي كمبيوترايزد، انا بديها لك جاهزه، انت بتحطها بتطلع معاك جاهزه. يبقى هي دي الجولدن بروبورشن. الناس اللي داخله متاخر عشان ما تتوهش معايا، انا بدات قلت يعني ايه ديجيتال سمارت ديزاين وايه اهميته بالنسبه لي تمام، وشرحت يعني ايه ميد لاين وانسايز البلين، وقلت ان الميد لاين بيمشي من الجلابيلا لحد المنتل، وان الدنتال ميد لاين لازم يبقى كونسايز معاه لو هو فيه مشكله ميلي او اتنين او تلاته بنمشي دنتال مفيش مشكله، اكتر من تلاته هنمشي فيشال ميد لاين. وبعد كده اتكلمت عن حاجه اسمها الكانتنج، الانسايزال كانتنج والاوكلوزال كانتنج، ان الانسايزال كانتنج زي ما انتم شايفين الانسايزال يبقى مايل كده او كده، الاوكلوزال كانتنج عندي ان الاوكلوزال بلين كله او الانسايز بلين كله يبقى مايل كده او كده تمام. وبعد كده اتكلمت عن السمايل لاين وقلت ان هو بيمشي مع السوبيريور بوردر بتاع الليب اللور ليب، ولازم يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض. واتكلمت ان اسوأ مشاكلنا اللي بتحصل ريفرس سمايل لاين. بعد كده الجولدن بروبورشن تمام 1.6 to 1 to 0.6. في حاجه كمان يا دكتور مهمه في الجولدن بروبورشن، عندي الويتس تو لينث ريشيو، طول السنه بالنسبه لعرضها، ده بينطبق على السنترال واللاترالز تمام، مهم جدا. بمعنى لو طول السنه 10 مللي يبقى لازم عرضها يبقى 7.5، لو طول السنه 20 مللي يبقى لازم عرضها 15. هي بالظبط كده، لازم تثبت النسبه دي برضو، ما تقلقش النسب دي احنا مثبتينها معاك ومظبطينها معاك في الدي اس دي في التمبلت نفسه عشان تشتغل عليها. كله يعمل شير يا جماعه، اكد تاني.
خلاص يا دكتور، خلصنا دينتال ميد لاين، خلصنا الفيشال ميد لاين، فهمنا يعني ايه ميد لاين، فهمنا يعني ايه عندي الجولدن بروبورشن، الدنيا دي خلاص بقت واضحه قدامي. يبقى انا كده ادخل بقى على الحته بتاعت الايه، الباكل كوريدور. باكل كوريدور فكرتها لما العيان بيضحك فول سمايل، الجزء البلاك اللي بيظهر في الجنب ده، هتلاقي قدامك 3 صور، واحده فيها الباكل كوريدور كبير قوي سواد كبير، واحده ايديال في النص، واللي على اليمين خالص هتلاقي الباكل كوريدور قصير. طب هو الايديال بتاعه ايه يا دكتور؟ الايديال يا جماعه ان الباكل كوريدور يمثل من السمايل لاين كلها من 13 ل 70%، تمام؟ يعني ما يزيدش عن كده ولا يقل عن كده. المسافه دي مهمه جدا بالنسبه لنا واحنا بنصمم الفينيرز، وده برضه هنظبطها في الديجيتال سمايل ديزاين. يبقى الباكر كوريدور تمام هي المسافه اللي بتبقى موجوده عند الانتر كوميجرز، تمام؟ الانتر كوميجر ديستانس اللي هي من هنا لهنا، المفروض ان الجزئين البلاك اللي في الجناب دول ما يمثلوش اكتر من 13 ل 17% من الضحك، اكتر من كده يبقى كتير. محتاج ايه تاني معانا يا دكتور؟ الاكزل انكلينيشن بتاع الابر انتيرير. كلنا عارفين يا جماعه ان الابر انتيرير السنان كلها بتبقى انكلايند ميزيالي، يعني الروت كله عامل كده، ما ينفعش السنه تبقى مايله الروت نفسه هيبقى مايل ديستال، السنترال كراون نفسه مايل ميزيال، عشان بس ايه ما نتلخبطش في الحته دي. يعني كراون ميزيال، الروت ديستال، كل السنان تبقى انكلايند، السنان ما تبقاش واقفه كده، بيبقى فيها ميل خفيف كده. ده برضو انت بتاكد عليه في المعمل وهو شغال في الموضوع ده. محتاج ايه معايا دكتور تاني؟ الديب بايت والاوفرجيت، ودي من اخم الحاجات اللي عايزك تاخد بالك منها. في الايديان انت عارفين الاوفرجيت والديب بايت تبقى 2 مللي، تصليح الحاجات دي خد وقتك فيها، ما تستعجلش فيها، وراجع مع المعمل اول باول، تمام؟ وذاكر اوكلوجن، الاوكلوجن مهم قوي، سواء تذاكره او تاخد فيه كورس، بس انا دايما بالاوكلوجن بقول خد فيه كورس لانه من ارخم الحاجات اللي تذاكرها لوحدك، رخم جدا 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 يعني. فالاوكلوجن مهم جدا بالنسبه لنا في النقطه دي، وتشرح في مواضيع بالساعات يعني عشان اشرح لك اوكلوجن. طيب تعالى ناخد بقى ايه، انا خلاص خلصت لك البيزكس بتاعتك اللي انت هتبدا بيها، اللي احنا هنعملها قصاد بعض دلوقتي. تعالى ناخد احنا الطريق بتاعنا بيبدا ازاي من اول ما العيان يدخل لك. العيان دخل تمام، سلمت عليه، قعد شخصت، شفت، هتبدا تتكلم، عرفت طبيعه الحاله، التريتمنت بلين بتاعتك ايه. اول حاجه خلاص هبدا اشتغل فوتوغرافي، هتصور العيان. اول حاجه هتعملها هتبدا تصور العيان. الصوره بتاعتك اللي هتاخدها في صور كتير بحتاجها، بس انا هريحك، انا قلت لك انا عايز منك حاجات معينه وبسيطه. ايه الصوره اللي انا محتاجها؟ محتاج العيان وهو بيضحك ماكسيمم سمايل فرونتال فيو، العيان وشه قدامك، لا مايل يمين ولا مايل شمال ولا نازل كده ولا نازل كده، في خلفيه ورا سودا، ستار عندك غامقه شويه بيج خضره، وتاخد صورة فرونتال وهو بيضحك على الاخر، تمام؟ احنا المفروض ان احنا بناخد صورة ماكسيمم سمايل وصورة ريتراكتد، المفروض ان احنا بنشتغل على الريتراكتد، تمام؟ وبعد كده بننقل الصورة من الريتراكتد على الماكسيمم سمايل، على ضحكة العيان. بس انا عايز اقول لك على حاجة تريحك، فكرة حلوة قوي، خلي العيان يضحك على الاخر، يجيب اخره في ضحكته بحيث ان اللثة بتاعته تظهر حتى لو ميلي. انا محتاج ان السيرفايكال بورشن، وركز في الحتة دي، بتاع التوس يظهر ان شاء الله ميلي واحد بس، مش عايز الجنجفه تبقى مغطيه باي طريقه، ومش عايز الشفه دي تبقى نازله، يضحك على الاخر على الاخر على الاخر، خليه يجيب اخره لحد ما السنان تظهر كلها، عشان نشتغل على الماكسيمم سمايل على صوره واحده، وما احتاجش ان انا انقل من هنا لهنا. يبقى انت كده وفرت على نفسك في العياده تعمله الديجيتال سمايل ديزاين في 5 دقائق، لا انت هتحتاج الريست ولا هتحتاج الكلوز اب ريتراكتد، ولا انا عايزك تشتغل الكلام ده خالص، انا عايز اديك حاجه سهله كده تنجز العيان وتقوله روح، تمام؟ يبقى انا هخلي العيان يضحك على الاخر. المفروض هعيد الحته دي تاني، ان انا بنقل الصوره، بشتغل على ريتراكتد، كله بشتغل على بتاعت الريتراكترز، الريتراكتور ويضحك عشان لسه تبقى باينه، وبعد كده باخد الكلام ده كله انقله على الايه، على الماكسيمم سمايل. النقل ده في الباوربوينت بياخد وقت وبياخد مجهود ورخم وصعب في الشرح، بس انا هعمله قدامك، بس انا عايزك برضو تعمل السهل الاول، يضحك على الاخر وهشتغل على الصوره ريتراكتد سمايل، اتفقنا؟ كل فوتو ليها وظيفة وليها نظام، تمام؟ وليها طريقة في الشغل، بس أنا هوري لك كل الكلام ده واحنا شغالين دلوقتي. طيب أنت خلاص خلصت، عملت السمايل ديزاين وبقى معاك صورة فيها المقاسات وفيها كل حاجة، بتعمل بقى الشغل على الكاست. يا إما أنت بتشتغل بإيدك، وأنا أفضل أول 3 حالات تشتغلهم بإيدك، وبعد كده ابعت لي المعمل.
انا بقعد في العياده بعمل واكسنج اب بايدي، معايا رينفورت واكس، نوع اسمه رينفورت واكس، وكارفر ب 5 جنيه، تمام، والكاست، وبقعد اشمع. الرينفورت واكس علبه كده بحوالي 400 جنيه، بتقعد معاك 20 سنه في العياده. مش عايز تجيب رينفورت، هات اي نوع واكس رخيص واشتغل بيه، مفيش مشكله. بس الرينفورت حلوه وتنشف بسرعه وبتبقى هارد قوي. بشمع انا بناء على الصوره اللي عندي، انا محتاج ازود 2 مللي في العرض بتاع السنترال، هزود. محتاج ازود في طوله مللي، هزود. طب بتقيس بايه يا دكتور؟ بكاليبر. بتجيب الكاليبر منين؟ يا اما هتجيب ديجيتال كاليبر، هتروح لبتاع الحدايد والبوهيات، ما تجيبش الاصلي. هتقول له عايز يا باشا البتاع اللي بنقيس بيه عرض المواسير، تمام. انا مش عارف اسمه بالعربي والله، بس اعرف ان هو ديجيتال كاليبر. يعني هيوريك واحد كده، هو كان ب 150 جنيه قبل التعويم، دلوقتي هتلاقيه عامل 250 ولا حاجه، هيفضل معاك وما بيبص وزي الفل. بتبدا تزود مقاساتك على الكاست ستيب باي ستيب وتشمع، تمام. وعلى اساسها بقى بنعمل الموكب. فكره الموكب ان انا بجيب رابر بيز وبحطه بطريقه معينه على السيرفس بتاع الكاست، وبعد كده بحقنه بالتيمبو فيلينج عشان اطلع اوري العيان شكله قدام المرايه. مش موضوعنا النهارده، بس عايزك تفهم ان دي المرحله الايه اللي بعدها، مرحله الموكب اللي هي بتطلع في الاخر بالمنظر ده قدام العيان يشوف النتيجه دي. ده بعملها له دايما في السكند فيزيت. واخيرا لازم تعرف ان في الديجيتال سمايل ديزاين عندك سوفت ويرز كتير، عندك 1000 سوفت وير. انا بشتغل عموما يا جماعه الديجيتال سمايل ديزاين على الاكزوكاد وعلى الباوربوينت، الاكزوكاد 3 دي، الباوربوينت 2 دي. وكان ممكن اعمل لكم النهارده الشغل على الاكزوكاد، بس انا عندي مشكله انك مش هتعرف تطبق قدامي، انك محتاج اللاب بتاعك يشيل اكزوكاد. دي اول مشكله. وتاني مشكله بالنسبه لي ان انت اصلا ما عندكش البرنامج. البرنامج بينزل بحوالي 2000 3000 جنيه، تمام، رخص، ما عادش زي زمان. ولو جمعتوا نفسكم مجموعه بيبقى ارخص من كده، وبتنزله عندك على الجهاز وبتشتغل 3 دي. وصدقني ال 2 دي او 3 دي الاثنين نتائجهم قريبه، مش زي ما انت متخيل خالص. يعني انا اقدر اقول لك ان المعمل بيبقى بالنسبه له ال 2 دي اسهل من 3 دي. لو انت عايز تتعلم الاكزوكاد ممكن ناخد فرصه ثانيه اشرح لكم الاكزوكاد، مفيش مشكله. بس انا النهارده عشان اغلب الناس، ظروف الناس كلها، هشتغل باوربوينت. بشتغل برضو مفيش مشكله ريجاتا جات جالوي، الاثنين شغال عليهم، اللي هو الاكزوكاد بينزل باتنين فيرجن، الفيرجن القديم والفيرجن الجديد، الاثنين قريبين من بعض، الفروق مش الجوهريه اللي انتم متخيلينها. توكل على الله بقى ونشتغل الشغل بتاعنا. هديكوا بس دقيقه واحده، لابك جنبك، ورقه وقلم، وخلي الجهاز معايا، تمام، عشان الموضوع ممل وطويل. كنت اقول لكم على الماوس كمان يا جماعه، هات ماوس عشان يريحك. بتعرف تشتغل على البدا؟ اوكي، انا بص شغال بماوس اهو، تمام، في العياده بشتغل بالاثنين، بس انا برتاح في الماوس اكتر. عايز اعمل تشيك للساوند تاني يا جماعه، في اي مشكله في الصوتيات؟ الدكتور كريم، الكاليبر اسمه بوكلز بالعربي، ما تحرمش منك يا دكتور كريم، بس متأكد من كلمة بوكلز دي؟ اروح اقول له بوكلز ولا هيقول لي حاجة تاني؟ ماشي. هديكوا دقيقة كده يا جماعة، لابك جنبك، هتفتح التمبلت زي ما انا فاتحه كده. وهسيبكم برضو تعملوا كلكم شير، مش هبدأ لما كله يعمل شير. كوباية القهوة، كوباية الشاي، ورقة وقلم، اللاب، التمبلت جاهز عليه، تمام، وماوس. أنا معاك أهو، مش مستعجل، أنا مفضلكوا اليوم خالص. معاكم يا شباب، كله يعمل شير، مش هبدأ لما كله يعمل شير.
وانا شغال في الورك شوب دلوقتي هعيد النظر تاني. يلا ابدأ سجل بقى في الورقة والقلم. يلا تمام، اكتب معايا كنترول مع زي اللي هي زد، حرف الزد. تمام، كنترول زي يرجع خطوة لورا. دي الناس اللي شغالة على اللابات العادية. كنترول سي يعني يعمل كوبي، بنقل الحاجة. اكتب ورايا يلا. كنترول في يعني يعمل بيست، يشيل حاجة يحطها في مكان تاني. يبقى كنترول سي كوبي، كنترول زي يرجع خطوة لورا، كنترول في بيست، كنترول شيفت مع ان احنا نمسك الصورة ونحركها، ده يكبر ويصغر الصورة من غير ما يعمل حاجة اسمها ديستورشن. اكتبهم بس دلوقتي، كنترول مع شيفت مع دراج للصورة، كنترول بلس شيفت بلس دراج. تمام، واعمل برضو كنترول مع دراج بيكبر برضو ويصغر الصورة بس بطريقة تانية هوريها لك دلوقتي. تمام، اكتب الحاجات دي يلا ورايا. كنترول سي، كنترول في، كنترول شيفت مع دراج، كنترول مع دراج. دراج يعني يمسك الصورة. احفظ الايتمز دي معايا يلا عشان نطبقها مع بعض. هات الصورة الأولانية ده، ايه اضغط عليها. طيب الناس اللي معاها ماك، الناس اللي معاها ماك تمام، بدل كنترول هيبقى كوماند. ماشي، اللي شغالين على الماك برو بدل كنترول هيبقى كوماند. بص معايا، هات الصورة دي، اعمل كنترول سي، اضغط عليها كنترول سي، واعمل كنترول في في نفس المكان عشان تتأكد ان بقى في صورة تانية وراه. انا بس بعودك على الزراير الاول. تمام، اعمل كنترول زي وارجع خطوة ورا، ارجع كمان خطوة ورا، صورتين لسه، ارجع خطوة ورا، صورة واحدة. اتفقنا؟ يبقى تاني كنترول سي كنترول في. بص انا هعيد 100 مرة. اتفقنا يا جماعة؟ طيب واحدة واحدة، دي الصورة اللي نعمل عليها ديجيتال سمايل ديزاين. انت المفروض انت صورت العيان، صورت العيان، خدت الصورة هنا تمام، وبتثبتها في المكان ده. اضغط كده يلا معايا كنترول شيفت. الأول كبر لي كده وصغر لي الصورة من غير ما تضغط حاجة. بص كده، أنا كده كبرت من غير ما أضغط أي حاجة، كده حصل ديستورشن. هل ده شكل العيان الطبيعي؟ طب بص كده، هو ده الديستورشن اللي أنا بكلمك عنه. عشان كده بضغط وانا بكبر واصغر على زراير معينة، كنترول زي كنترول زي، رجعتها زي ما كانت. اضغط كده معايا كنترول شيفت وصغر وكبر. بص هصغرها واكبرها في نفس المكان في الوسط اهي. تمام، اضغط شيفت بس، بتصغر وتكبر بس ناحية اليمين مش ناحية النص. تمام، يبقى كنترول شيفت الاثنين مع بعض، كبر وصغر في النص. تمام، اضغط شيفت بس، كبر وصغر في جنب واحد. كنترول زي، ارجع 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 ارجع، رجع كل حاجة زي ما كانت. يلا كله يعمل الحركات دي كلها دلوقتي، اعملها قدامي دلوقتي انا معاك. حد عايز يسأل في حاجة يسأل، أنا شايف الكومنتات قدامي. نوع الفيب يا دكتور؟ والله يا ابني أنا بحاول أخف سجاير، فبجيب فيب كده مفيش فيها نيكوتين، يعني ديسبوزابل اللي هي 5000 باف دي، نوعها حاجة اسمها ماستر. ده سؤال بذمتك؟ طب كويس إنك ما سألتنيش على نوع الستار.
فين الشيفت على الماك؟ موجود موجود يا أميرة، في الشمال، كبري وصغري بيه. بصي في الماك عشان ترجعي خطوة ورا وخطوة قدام، كنترول زي، كنترول في، كنترول سي، دول ثابتين معانا. تمام، آسف، شيل كلمة كنترول وخليها كوماند. تمام، يعني عشان انقل كوماند سي، كوماند في، كوماند زي، ارجع ورا. اوكي، طيب عشان اكبر واصغر الصورة، تمام، الغي كوماند بقى، هتشتغل على كنترول. ده الماك، اللي مش شغالين على الماك كله كنترول، انما عشان اكبر واصغر الصورة الكوماند ما بينفعش في الماك في اغلب الأجهزة. فهتشتغلي بالاتنين مع بعض، هتشتغلي بالكوماند والكنترول. هنقل الصورة، هشتغل كوماند، تمام، مع زي والفي والسي. هكبر واصغر الصورة، هشتغل يا اما بالشيفت يا اما هشتغل بالكنترول مع الدراج للصورة. تمام، طبعا انا قلت ما ينفعش تاب ولا موبايل ولا الكلام ده في الديجيتال سمايل ديزاين خالص. الناس اللي ما عملتش شير تعمل شير يا جماعة، انا عايز كل الناس النهاردة توصل لها الموضوع ده. بعد اذنكم الناس اللي ما عملتش شير تعمل شير. انا واحدة واحدة معاكم اهو، بص، وهعيد مرة واثنين وثلاثة واربعة والف لحد ما تزهقوا، عشان بس تفهموا السيستم اللي انا همشي بيه معاكم. انا هعمل خطوة، تمام، قدامك، انت اتفرج عليا، وبعد كده هديك مساحة تشتغل لوحدك. تمام، وانا بديك مساحة تشتغل لوحدك، هقعد انا اعيدها، يعني اعيدها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. ما تفتكرش ان انا هعملها مرة واقلبك وامشي، انا هعيدها قدامك 100 مرة لحد ما انت تزهق مني. طيب يلا بقى نخش على الخطوة السهلة اللي بعدها. اليوم طويل، انا مريض، انا مفضي نفسي عشانكم. او جاي لي رسالة اهو من الدكتور كريم، الله يكرمه، بيقول لي كورس المنصورة كله اتقفل حجز يا دكتور. الله يكرمك يا عم كريم، ربنا يبارك لك يا ابني. حاضر يا عم كريم. بص بقى الصورة ايه، كنترول سي، هناخدها، يلا هنعملها كوبي. هننزل تحت، هننزل تحت، هننزل تحت، هننزل تحت، هننزل تحت، هنيجي عند السلايد رقم 16، وهنعمل كنترول في، هننقلها في المكان ده، جت في النص اهي. تمام، ما تعملش اي حاجة بقى دلوقتي، استنى لما انا اخلص، انا قاعدها قدامك تاني. هعمل كليك يمين على الصورة واعملها سند تو باك، رجعها ورا، وهاجي بالاسهم اللي في الجهاز عندي، اللي هو سهم يمين وسهم شمال، وابدا احرك الصوره كده يمين 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 لحد ما اظبط الفيشيال ميد لاين ما بين الجلابيلا والمينتون والنيزيون. ظبط الفيشيال ميد لاين بالمنظر ده. تمام، لسه محدش يشتغل، محدش يعمل اي حاجه. هحاول بس اعمل زوم شويه عشان ابقى شايف اكتر، اهو ادي الفيشيال ميد لاين. هبص عندي على الدنتال ميد لاين اللي هو النقطه دي ما بين السنترال انسايزر، هلاقي ان المسافه هنا 2 او 3 مللي، مسافه بسيطه. يبقى انا هنا امشي على الدنتال ميد لاين ولا امشي على الفيشيال ميد لاين؟ قلت لكم 1 مللي، 2 مللي، 3 مللي، بمشي دنتال، بعد غير كده بمشي فيشيال. يبقى انا هنا امشي دنتال ميد لاين، همسك الصوره واحركها لحد ما اظبطها على الدنتال ميد لاين. تمام، يلا اشتغل، عيد تاني، انا هعمله قدامكم 50 مره. هرجع باك اهو، كنترول زي، كنترول زي، باك باك باك، بصوا كنترول زي للاخر، رجعت الاول خالص لاول خطوه تاني. هجيب الصوره ايه، هاخد الصوره ايه تاني، كنترول سي، هنزل تحت على السلايد اللي فيها شغلي كله رقم 16، واعمل كنترول في، هتجيلي الصوره، هتك كليك يمين، هعمل سند تو باك، سند تو باك اهي، واضغط عليها وابدا احرك الصوره يمين وشمال. في تحت هنا ماينس وبلس اهو، عشان بس ايه لو عايز تقرب وتشوف كده، ماينس يصغر يرجع ورا، بلس يقرب. هبدا اقرب، اقرب شويه عشان اشوف اكتر، وابدا اظبط على الدنتال ميد لاين. ظبط على الدنتال ميد لاين اهو، خلصت. تمام، هعيد تاني، انا هزهقكم معايا النهارده. كنترول زي، كنترول زي، باك 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 تاني الاخر،
هاخد السلايد الاولانيه، هاخد الصوره الاولانيه، كنترول سي، لا شلتها، تمام. انزل على الصوره تاني اهي تحت اهو، اعمل ماينس عشان اشوف كويس، كنترول في، كليك يمين، سند تو باك، سند تو باك، احرك الصوره، حركها بالسهم يمين، ممكن تحركها كده اهي عادي يعني، حرك زي ما انت عايز، بس انا بريحك عشان ما تغيرش حاجه. اقرب، تمام، اظبط على الدنتال ميد لاين، اوقف. يلا معاكم دقيقه واشتغل. يلا هبص على الكومنتات عشان لو حد عايز يسأل في حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يا جماعه لازم يكون في ناس اساسيات انك تكون اشتغلت باوربوينت قبل كده عشان تقدر تتجاوز بعض الحاجات يعني. كريم حمدي بيسأل الصور اللي هحتاجها، الصور اللي هتحتاجها المفروض ان انا بشتغل على الفرونتال ريتراكتد وانا على السمايل، بس انا هنا عايزك تشتغل على السمايل بس، خلي عيني يضحك للاخر، مش هتحتاج تنقل من هنا لهنا. برجع خطوه لورا، كنترول زي، ماشي الدكتور كاتب كل حاجه اهو. كريم الصورة اللي محتاجها ايه يا جماعة في العيادة وعايز تنجز؟ فرونتال سمايل بس، بيضحك على الاخر، لو السنان كلها ظهرت معاك كلها من فوق لتحت انت كده تمام، المهم السنة كلها تظهر معاك. بقسم الثيردز ازاي؟ الثيردز اللي هي يا دكتور مش فاهم، معلش. اوقف الخطوط هوريزونتال فين؟ لا لسه ما دخلتش عليها، لسه ما دخلتش عليها، اصبر ما تستعجلش. دكتور هي الابعاد اللي بنحط عليها الصور دي عليها تبقى اساسيه لكل بيشنت ولا بتختلف؟ لا بص حبيبي، الصوره اللي انت بتاخدها العيان انت بتاخدها كاميرا بروفيشنال، ما بيبقاش فيها ديستورشن، اي كاميرا دي اس ال ار بتصور تمام، بيبقى فيها حاجه اسمها ديستورشن، الديستورشن اللي هي الطول بالنسبه للعرض، هل الوش ده حقيقي ولا فيه زوم غلط. الصوره الحقيقيه بتاعت دي اس ال ار تبقى الطول والعرض مظبوطين بتوعها، احنا بقى بندخلها من غير ما نلعب فيها ولا نكبر ونصغر بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي. ورينا الفرق بين الفيشل والدنتال في الصوره. بص بعمل زوم اهو، تمام، الصورة ايه؟ الفيشيال اهو كده، فيشيال بالظبط، تمام. الدنتال اهو كده، دنتال وصلت. لو البيشنت عنده لور ليب، لا دي بتبقى مشكلة يا امان، لازم ناخد ريتراكتد، ناخد ريتراكتد معاه عشان ننقل من هنا لهنا، دي بقى دي مشكلتنا. دكتور احنا بنقرب كده ازاي؟ تحت هتلاقي ماينس وبلس اهم، ماينس اهي يبعد، بلس اهو يقرب، تمام، ماينس اهو يبعد، تحت اهو، تحت اهو، تحت خالص اهو، وبلس. لا لا الخطوط دي حبيبي متظبطه، التمبلت اللي انا بعتهولك كل الكلام ده فيها انا مظبطه. الدكتور بيسأل ممكن بعد الساعه 18 على 55؟ ممكن طبعا، اه طبعا ممكن. انا مش عارف الموبايلات لو فيها واحد 1 تو 1، اعتقد الايفون فيه، لو الموبايل هيصور 1 تو 1 فوتو ماشي، بس غير كده لا، يعني لو الصوره بتاعت الموبايل مظبوطه مفيش مشكله، بس انا اعتقد ان العدسه بتاعت الموبايل زوم لينس فما بتجيبش صور مظبوطه. فيا احمد يا خلف، بص يا حبيبي، لا انت بتحط الصوره ما تقلقش منها مظبوطه معاك. ندى سيف الفيديو، هسيفه، حاضر، عينيا يا ندى، عينيا حاضر.
دكتور انا مش عارف انزل الباور. لا انت متاخر قوي يا عبد الله، انا مأكد على تنزيل الباور وان البرنامج يفتح معاك وتتاكد انك تقدر تحرك فيه صوره من مكان لمكان عشان يبقى متعرف. انا كل الكلام ده قلت عليه قبل كده عشان اتجاوز الاسئله دي. طب يا دكتور ايه الافضل، فوتوشوب والباوربوينت؟ احنا يا حبيبي بنشتغل يا باوربوينت يا اكزوكاد، تمام؟ الاثنين يعني اكزوكاد افضل بس مش هتفرق كتير زي ما انت متخيل. طب مش الزوم لينس في الدي اس ال ار هتغير البروبورشن؟ لا، اللينس العادية بتاعت اللي هي 18 على 55 بنصور بيها عادي خالص، والماكرو بنصور بيها عادي خالص، الاثنين انا بشتغل على الاثنين. طب بنخلي الصور باك للخطوط ازاي على الماك؟ عادي هي نفسها، كليك يمين، تمام؟ لو انت عندك بالعربي ارجع الى الخلف، سند تو باك، سند تو باك بس اهي. وفي برينج تو فرونت اهي، طلع لك قدام تاني اهي، هرجعها لك ورا تاني اهي. اللي بعت لنا نجوم ده الله يكرمك يا ديدي، مش عارف ولد ولا بنت بس الله يكرمك يعني. هي دي جاتر، خش على الخطوة اللي بعدها ولا اعمل ايه؟ خش على الخطوة اللي بعدها. دكتور معلش ممكن تاني اظبط الصورة ازاي على المقاسات سلايد 16؟ هعيد كله تاني. عينيا حاضر. كنترول زي كنترول زي كنترول زي، كله باك اهو. رجعت لاخر سلايد، هرجع اهو تاني. الصورة ايه؟ كنترول سي، اروح للسلايد ده ايه؟ تمام. كنترول في، كليك يمين كليك يمين، ارجع الى الخلف او سند تو باك، تمام. هضغط على الصورة وابدأ احركها بالسهم شمال او يمين، السهم اللي موجود عندك يمين وشمال فوق تحت اللي موجود في الكيبورد بتاعتك. شمال عايز اشوف احسن، مش كويس، هعمل بالبلس اللي تحت دي وابدا احرك يمين وشمال لحد ما اظبط الفيشال ميد لاين. الفيشال ميد لاين عندي ظبط، والدنتال ميد لاين مش مظبوط بس المسافه ما بينهم اقل من 2 مللي، هعمله دنتال. زوم كمان عشان اتاكد ان انا شايف كويس، يبقى الدنتال مظبوط اهو، بس كده تمام. طيب الخطوه اللي بعدها ده كاتر، الخطوه اللي بعدها بصوا بقى، هنبدأ من الأول تاني. الصورة ايه؟ كنترول سي، اروح على سلايد رقم 16، كنترول في، كليك يمين، سنت تو باك، ارجعها ورا، حرك الصورة بالسهم. هعمل زوم عشان اشوف كويس، تمام. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده يا دكتور؟ بص بقى معايا هنا، هتلاقي عندك تقاطعين، التقاطع ده اهو والتقاطع ده اهو، اللي هما الخطين اللي في اليمين وفي الشمال دول، خط يمين وخط شمال. الميد لاين بيبقى ليه خطين، خط يمين وخط شمال، خط يمين وخط شمال. انا عايز اجيب التقاطعين دول في نص وش العيان، عايز اجيب معلش التقاطع ده اهو، ده اهو النقطة ده ايه، في نص عين العيان هنا اهو في البيوبل، وعايز اجيب التقاطع ده اهو في نص عين العيان ده في البيوبل. طب اعمل ايه يا دكتور؟ هتمسك الصورة، هتبعد بقى بعيد كده اهو، وهتمسك الصورة كده زي الشاطر وتضغط على كنترول شيفت، كنترول شيفت، وتمسك الصورة من فوق كده وتبدأ تكبر 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 بالمنظر ده، تمام؟ بعدين تمسك الصورة وتبدأ تنزلها لتحت،
بص لسه في طرف جنب العين اهو، ما نجتش في البيوبل بالظبط. اقوم ماسك كنترول شيفت تاني واحاول اظبطها، انزل بالصورة تحت، بقت في واحدة في نص البيوبل والتانية متطرفة سنة في البيوبل كده. انا تمام، مش شرط الاتنين يبقوا مظبوطين، لو واحدة ظبطت والتانية مرحلة سنة مش مشكلة، لان عين العينة هي اللي مرحلة هنا. تمام، هعيد تاني، كنترول زي كنترول زي، بعمل كنترول زي عشان ارجع ورا عيد تاني. ادي وش العينة اهو، بظبط ميد لاين تاني. تمام، همسك عايز اجيب، هعمل زوم عشان اوريك، عايز اجيب التقاطع ده اهو، النقطة ده ايه هنا اهو، وعايز اجيب التقاطع ده اهو في نص البيبل بتاع العيان. بقوم راجع ورا كده اهو، وامسك الصورة من فوق واضغط كنترول شيفت واكبر واصغر الصورة وانا ضاغط كنترول شيفت. تمام، كبر وصغر وانت ضاغط كنترول شيفت، هتلاقي مرحلة تحت كده عادي. امسك الصورة ونزلها، قربنا قربنا، اعمل ماينس من بعيد كده اهو عشان تبقى شايف الصورة، تعرف تمسكها تحركها يمين وشمال. ارجع لك كنترول زي واعيدها لك تاني. تاني اهو، كنترول شيفت اهو، اكبر لك واصغر لك. حرك لك الصورة تحت اهو، اكبر لك واصغرك كمان اهي. حرك الصورة لتحت وفوق، هعمل زوم وابص تاني اهو، مظبوطة اهي. تمام، يلا خدوا وقتكم واعملوها، واللي عايز يسأل في حاجة يسأل، انا معاك اهو. يا دكتور انا عمال اضغط على الصوره عشان اعمل دراج مش راضي. انت اصلا الصور عندك بتتحرك، يعني بتقدر تعمل ايديت على الباوربوينت؟ انت ممكن تكون منزل باوربوينت فيه مشكله اصلا وما انتش عارف تعمل اي ايديتس عليه، فتاكد من دي كويس. ساعتها البرنامج مش متسطب كويس اصلا. دكتور، واحنا بنعتمد اكتر على الفيشال ميد لاين ولا الدنتال ميد لاين؟ بنشتغل احنا شغلنا كله على الدنتال ميد لاين في حاله ان هو ماشي مع الفيشل. لو ديفييتد 1 مللي او 2 مللي او 3 مللي ده انت ميد لاين، اكتر من كده فيشل ميد لاين، بنشتغل على الفيشل مش دنت. تمام. يا دكتور لازم الصوره بتتاخد بالبيشنت بكاميرا، لازم تتاخد بكاميرا ما يكونش فيها ديستورشن، ده اللي انا اقدر اقوله لك. الزاويه بتاعتها مظبوطه، لو عندك موبايل بيعمل كده يبقى تمام، مفيش ايديت خالص يا محمد. لا شيل الصورة كده، كنترول سي كنترول في، تحركها من مكان لمكان. لو اتحركت معاك من مكان لمكان يبقى انت تمام، لو ما اتحركتش خالص يبقى مشكلة في البرنامج اصلا، الباوربوينت نازل مش متسطب. روان لسه بيعمل عندك نسخ يا روان؟ طب بسم الله، طب جربي الكنترول لوحده كده، كنترول لوحده كده روان، وكبري وصغري الصورة. الدكتور لما جيت اظبط الانتر بابيلر لاين الميد لاين باظ. لا ما هو باظ منك عشان انت ما كنتش ضغط على كنترول شيفت، اضغط على كنترول شيفت. محمد علاء مش شغالة؟ لا المشكلة عندك في البرنامج يا محمد، الباوربوينت عندك مش شغال، وانا والله اكدت ان كلكم تتاكدوا ان الباوربوينت شغال. انا كان بيعمل معايا نسخ بس يا دكتور. ما هو انت يا مروه انسخي الصوره زي ما حطها على سلايد 6 وابداي كبرها وصغريها وشوفي هتصغر وتكبر ولا لا. لو الكنترول شيفت مش جايب معاكي جربي الكنترول بس، او جربي بشيفت بس وشوفي هتكبر كده ولا هتصغر معاكي. روان طارق انت شغاله؟ طب اضغطي كده على كوماند شيفت، لو عندك كوماند في البتاع اضغطي على كوماند شيفت من غير كنترول وشوفي كده هيجيب معاكي ولا لا.
لا تمام، ظبط مع كنترول. طب تمام يا روان، يبقى خلينا مع كنترول بس من غير شيفت، مفيش مشكلة. انا معاكم اهو يا اولاد، خدوا راحتكم خالص. ممكن تاني معلش عشان الميد لاين بيضرب، ممكن زوم يا دكتور نشوف الشيفت بين العينين قد ايه؟ اه طيب حاضر ماشي، هعيد كله تاني. كنترول زي، كنترول زي اهو تمام. اللي شغال بماك كوماند زي مش كنترول زي عشان ما تلخبطوش. تمام الصورة ايه؟ عملنا سند تو باك، رجعتها يمين. هعمل زوم خالص اهو، اهو دنتال ميد لاين اهو ظابط معايا تمام. ماينس تاني اهو، تاني اهو، تاني اهو. همسك الصورة من فوق، كنترول شيفت ما ظبطتش معاك، كنترول شيفت جرب كنترول. ابدأ كبر يلا، ابدأ كبر يلا، ابدأ كبر يلا، ابدأ كبر، ابدأ كبر لحد ما تحاول تقرب على البيوبل تمام. اظبط الخطين اليمين والشمال على البيوبل، مالكش دعوة دلوقتي بالانتر بابيلر لاين تمام. اظبط الخط ده اهو، اهو 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 اهي اهي اهي. اظبط الخط ده اهو والخط ده على الانتر بابيلر لاين. اقول لك حاجة، بدل ما تكبر وتنزل الصورة لتحت، هات الخط ده ارفعه فوق كده اهو، الخط ده بيتحرك اهو، ارفعه حطه كده تمام. بس ولا تزعل يا سيدي، هبص على الكومنتات تاني، هعمل ماينس اهو من بعيد عشان تشوفها، هقرب تاني. انا لما بعمل زوم بتختفي الخطوط اللي بالطول اللي بحدد عليها. الميد لاين اتحرك عندي. طب اوكي، يبقى انا حركت الصورة فعلا يمين وشمال. بص هظبطها لك تاني اهي كده، الميد لاين مظبوط تمام اهي. ولا تزعل خالص، هعملها لكم الاول تاني. ورايا ايه؟ كنترول سي، الصورة ايه؟ كنترول في، سند تو باك، هاتها يمين. زوم عشان نشوف. تمام الميد لاين مظبوط، هرجع ماينس اهو، همسك الصورة من فوق، هضغط كنترول شيفت، هكبر هكبر هكبر، هظبط الخطين اليمين والشمال تمام. لا كده حصل ديستورشن خفيف. تاني كنترول شيفت، خليك ضغط بس على كنترول شيفت اهم حاجة، اكبر اكبر تمام. بص شايف التحريكة البسيطة اللي حصلت دي تمام، اضغط على الصورة واظبط الميد لاين كده تاني، لان التحريك دي مش تحريكة حصلت، اللي حصل ان الصورة كبرت فبدأت الديفوهات تبان معايا اكتر. بص هحاول اعملها لك من بعيد خالص ومن قريب خالص عشان تبقى شايف كل حاجة. زوم كده الاول، لو عايزها تظبط معاك على طول اظبط الميد لاين بالملي من الاول كده مظبوط تمام اهو. ارجع باك، كنترول شيفت، قرب كده تمام كده تمام. هات اللاين ده اهو، ارفعه لفوق كده، حاول اعمل لكم زوم خالص اهو، هتلاقي واحدة من العينين مظبوطة يا اليمين يا الشمال.
ما ينفعش اظبط الخطوط بدل ما اظبط السور. اسهل ينفع تظبط الانتر بابيلر لاين، بس ما ينفعش تظبط اللاينز اللي هي يمين وشمال للانتر بابيلر لاين، اللي هم الخطين اللي هم ماشيين في الكوميجرز دول، ما ينفعش. هرجع باك اهو يا سيدي. لو الصورة اتحركت منك، لو الصورة اتحركت منك، بص بص هاتها يمين وشمال كده اهو، هاتها كده وهاتها كده، مفيش مشكلة، دي بتتظبط عادي. تمام، خش بقى الخطوة اللي بعدها، خش على الخطوة اللي بعدها. طيب فاكرين لما كنت قلت لكم يا جماعه دي هسرع فيها شويه الخطوه دي، لما قلت لكم الويتس واللينث ريشيو اظبط طول ما عرض السنان، اظبطها ازاي او اعرف منين الويتس واللينث ريشيو دي اذا كانت مظبوطه ولا لا؟ بص شايفين الدايره الاخضر ده، انا جيت امسكه وقمت ماسك الصوره او عامل كنترول زي. معلش يا جماعه، اللي خلص الخطوه دي وظبطها هيجي على السلايد رقم 16 يعمل كنترول سي للسلايد نفسها، تمام، كنترول في تاني، يضغط كنترول سي كنترول في يحفظ اتنين سلايد، عشان لو بوظت حاجة يبقى عندنا حاجة سليمة نقدر نرجع نشتغل عليها تاني. تاني كنترول زي اهو، هرجع هجيب السلايد ده المظبوطة، هتأكد ان كل حاجة مظبوطة، الميد لاين مظبوط، الانتر بابيلر لاين مظبوط، الحاجات دي مظبوطة، هاخد السلايد كلها اهي، السلايد اهي تمام شايفينها، هاخدها كلها على بعضها كنترول سي كنترول في، عملت منها نسخة تانية تمام، بقت 16 17. اشتغل بقى على ال 17، شايفين الداير الاخضر ده اهو، امسكه لو في غلطة مسكته غلط اعمل كنترول زي على طول، اقعد بقى اضغط كده لحد ما تلاقيه، لانك ممكن تيجي تضغط عليه يقوم ضغط معاك حاجة تانية خالص اهو. الاخضر ده فاقد اهو كده، رفع معاه الصورة انا عايزك تجيب الاخضر بس وتعمله حوالين وش العيان بالمنظر ده، وش العيان من المنتون تحت هنا اهو في اخر دقنه، فوق الجلابيلا فوق هنا اهو في الاخر هنا اهو، ويمين وشمال بس كده، داير الاخضر ده حوالين وش العيان. هو مش مهم اوي بس انا عايز اعرفك ليه دلوقتي. داير الاخضر ده يا جماعه لما بعمله بستفيد بايه؟ ده وش العيان، ده الداير بتاع العيان، بقوم ضغط كليك يمين كده اسف، تمام، كليك يمين سايز اند بوزيشن، هيطلع لي ارقام في الجنب كده. شايفين كلمة لوك اسبكت ريشيو دي؟ لوك اسبكت ريشيو هتلاقي مكتوب هايت ويتس روتيشن سكيل هايت سكيل ويتس لوك اسبكت ريشيو، بضغط عليها تديني صح. بص هنا عندك على المقاسات ده، اضغط فوق خلي الارتفاع 10، الويتس طلع هنا معايا كام؟ الويتس طلع معايا هنا 7.3. يبقى العيان ده لو طول وشه 10 هيبقى عرض وشه 7، لان انا الداير بتاع العيان انا عملت لوك للاسبكت ده اهو، ومن خلال ده اهو اقدر اعرف اللينس والويتس بتاع السنان وانا شغال. عرفتوا بقى فايدة الداير الاخضر ده ايه؟ مش مهم قوي لانك في الغالب هتشتغل على 75، هنا طلع معايا 73 تمام. انا كده كده اوريدي مجهز لك، لو نزلت تحت في التمبلت انزل تحت خالص هتبص هنا في السلايد ده ايه، هتلاقيني مجهز لك ال 70 وال 75 وال 85 وال 90، مجهز لك كله عشان تشتغل عليهم. بس انا بقول لك بس لو انت عايز تعرف وش العيان ده نسبته كام لكام، اتفقنا؟ مش مهم قوي يعني، بس انا برضو لازم اشرحها لك يعني. تمام يا ولاد، طيب بص بقى احذف
احذف لي الداير الاخضر ده اهو، شوفوا ساعات بضغط على الصورة بالغلط بقوم اعمل كنترول زي، ده طبيعي هيحصل معاك. اعمل لها ديليت، حرف الديليت فوق، تمام، شيل الخط اللي تحت ده اهو، تمام، وشيل اليمين وشيل الشمال، سيب لي بس الباقيين دول، اتفقنا؟ تاني يا دكتور، معلش، حاضر. الدائر الازرق ده يا جماعه، الدائر الاخضر ده يا جماعه وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا اظبطه على وش العيان، هو بيجي لك مثلا مش مظبوط كده مثلا، تمام، انت تقوم واخده ظبطه على وش العيان، يمين الودان شمال الودان فوق اخر الشعر تحت عند الدقن، وتقوم ضغط عليه كليك يمين، واعمل حاجه اسمها سايز اند بوزيشن، هتظهر لي في جنب هايت ويدث روتيشن سكيل هايت سكيل ويدث لوك اسبكت ريشيو، اضغط على لوك اسبكت ريشيو، ضغطت على لوك اسبكت ريشيو كده انا الطول والعرض، لو زودت الطول العرض هيظبط معايا، لو كلهم هيطلعوا مظبوطين مع بعض، هاجي في الجنب هنا واقلب دي رقم 10، هيطلع معايا طول العيان ده لو 10 يبقى العرض بتاعه 7.3، دي النسبة بتاعت المظبوط الصح اللي انا بشتغل عليه. الكلام ده انت جاي لك عيان انت مش عارف الطول العرض السنترال ازاي وعايز تظبطه على الوش، بتعمل معاه كده، لكن في الغالب نسبة ال 75 او ال 80 ال 85 بيظبطوا معاك، بس انا بحاول اديك لو انت عايز تشتغل ايديال يعني زي ما الكتاب بيقول. هقفلها اهو، هعمل لها ديليت، تمام، هعمل الخط اللي على اليمين ده ديليت، هعمل الخط على الشمال ده ديليت، هعمل الخط اللي تحت ده ديليت، بيقول لك اهو يا جماعه اللي مش عارف يعمل ايديت، ايديت للباوربوينت في البرنامج من فوق تحت في البروبرتيز هتلاقي كلمه ايديتابل، طلعت معاك 7.46، مفيش مشكله، هيحصل معاك ديستورشن خفيف، كلام خفيف يا جماعه، انت مش لازم تطلع بيرفكت يعني، احنا مع بعض يعني، وهترجع تعيد الكلام ده تاني ما تحبطش، خلي بالك طويل. بص بقى الخطوه الجايه، الخطوه الجايه هضغط على الصوره، هضغط على الصورة ضغطتين، عايز اعمل الصورة دي كروب، عايز اعمل لها كروب، هضغط على كلمة كروب فوق هنا اهو، تمام، وابدأ اصغر الصورة ده ايه، واجيب ضحكة العيان بس ما يلزمنيش اكتر من كده، هعمل لكم زوم عشان تشوفوا، اصل انا عملت من بعيد عشان اقدر اتحرك، ضحكة العيان بس، كنترول زي، ايدي غلطة طيب، قمت اعمل كنترول زي، شايفين ساعات الماوس بيرحل مني، تمام، بس اللي انا محتاجه ضحكة العيان بس، تمام، خلاص عملت كروب، اضغط بره تكة كده ضغطة عشان تثبت معاك، واعمل زوم تاني، تمام، شايفين الخط اللي فوق ده وشيله، ما عادش لازمني في حاجة. ازاي تتنقل معايا سلايد 17 بالخطوط؟ انت بتضغط على السلايد كلها وتعمل من الجنب من الشمال كده اهو، وتعمل كنترول سي، وتقوم في نفس مكانك كده زي ما انت من غير ما تعمل اي حاجه، تمام، اضغط وراها على طول كنترول في، هتظهر وراها على طول كوبي، يعني هي هتتنسخ وراها على طول، بس كده، هعمل لك زوم عليها عشان تشوفها تاني، السلايد في الجنب اهي، هدلتها اهي، هضغط على السلايد حواليها خلف فريم احمر اهو، كنترول سي كنترول في، منها نسخة تانية بس كده، هنرجع للسلايد 18 اللي احنا كنا شغالين عليها، هعيد لك الكروب تاني، هعيده لك تاني من الاول، هعمل كنترول زي، تمام، الصورة عندي اهي، هضغط عليها تكتين، كلمة شمال تكتين، كلمة كروب عندك فوق اهي، اضغط كروب، ابدأ صغر الصورة
كده اتحركت معايا، يبقى انا كده غلط. ابدأ صغر الصورة، هات ضحكة العيان بس، قرب اهو عشان تشوف. تمام، ادي ضحكة العيان، ما يلزمنيش اكتر من ضحكة العيان. بس كده، ارجع بعيد عشان تشوف كويس دنيتك. تمام اهو، شوف انا بروح واجي اهو، اتغطخت بره كده عشان تثبت بس الايد الضحكة. بس هظبط بس المقاس ده اهو، عشان يمين يبقى قد شمال. مش شرط انت بالظبط برضه، مش عايزك تقعد تحسوك يعني، هات الاساسيات بس دلوقتي. تمام، الدائر الاخضر هتشيله، الخط اليمين هتشيله، الخط الشمال هتشيله، الخط اللي فوق هتشيله. تمام، وشيل الخط اللي تحت ده كمان. ها يلا، كفاية دول عليك، عايز اسهل لكم الدنيا شوية. بتمسح الخطوط، بتضغط على الخط وتعمل ديليت، هتلاقي زرار الديليت عندك في الكيبورد. الكروب تاني، حاضر، كنترول زي، كنترول زي، كنترول زي، كنترول زي. الصورة عندي اهي يا جماعة. تمام، بضغط عليها ضغطتين، هتلاقي فوق كلمة كروب اهي، فوق خالص في السلايد بار، تضغط عليه. تمام، تبدأ تصغر من جميع الأطراف لحد ما تجيب ضحكة العيان. الناس اللي اشتغلت باوربوينت قبل كده، اللي انا بعمله ده بالنسبة لها سهل جدا، اللي هم بيعرفوا يعملوا برزنتيشن على باوربوينت. الناس اللي اول مرة تقعد على باوربوينت، لا طبعا يبقى بالنسبة لك ده مشكلة، فانت حاول بس تلقط 30 40% وبعد كده كمل. احفظ الفيديو، حاضر. تمام، بس شوف الميدلاين حتى لسه زي ما هو، شيل الاخضر ده اهو، شيل الخط، شيل الخطوط دي كلها، شيلها كلها مش عايزها كلها. بتضغط على الخط وبتعمل ديليت، اضغط على الخط، شيل، سيب الميدلاين بس. تمام، هسيبكم اهو تشتغلوا براحتكم خالص. خد راحتكم يا جماعة، اعملوا اللي انا معاكم اهو، مش هخش على الخطوة اللي بعدها لما تخلصوا. طيب هعمل الخطوة الجاية بعد كده ارجع تاني كله من الاول. كل اللي هتعمله، هتعمل حاجة اسمها كوماند ايه، سيلكت اول، سجلها عندك دي، كوماند ايه سيلكت اول، اختار كله. تمام، كليك يمين، جروب، كلمة جروب داي، او هتلاقي عندك بالعربي تجميع، اضغط جروب تاني. بقوم حتة واحدة، بقت كل الخطوط دي حتة واحدة،
تمام، هنكبر ونصغر الصورة واحنا ضاغطين برضو كنترول شيفت بالمنظر ده، ارفعها لفوق بالسهم هي نزلت، او ارفعها فوق بالماوس كده طلعت ونزلت معايا ايه، عايزها تملى السلايد كلها. تمام، كنترول شيفت اهي، اضغط على الصورة كنترول شيفت كده جابت الصورة لوحدها. لا انا عايز كله، يبقى كنترول زي من بعيد اهو. تمام اهو ماسكها من تحت اهي، كنترول شيفت كبر الصورة اهي، حطها في نص الشاشة كده. هيبقى صعب جدا يا جماعة ارد على الماسنجر وانا شغال، صعب جدا. هتاخد المحتوى كله. تعالى بقى نعيد من الاول تاني، كنترول زي كنترول زي كنترول زي كنترول زي كنترول زي كنترول زي، تمام كنترول زي، كنترول زي، انا عايد لكم كله تاني. الصورة ايه، اتنين كليك شمال، كلمة كروب فوق، اجيب ضحكة العيان بس مش محتاج اكتر من كده. اضغط ضغطة بره كده عشان ابقى ثبت الصورة، اقرب اشيل الداير الاخضر اضغط عليه واعمل ديليت، اشيل خط اليمين اللي ماشيين على العينين دول اشيلهم يمين وشمال، اشيل الخط اللي فوق ده اهو، اشيل الخط اللي تحت ده اهو. تمام، ارجع سهم لورا ابعد شوية. تمام، ممكن ترفع دول شوية مفيش مشكلة عادي خالص عشان تقدر تتحكم فيهم اكتر. مش شرط تعمل كده يعني، تمام ممكن كله مع بعضه. هضغط على الشاشة كنترول A هيجمع لي كله، هضغط كليك يمين كلمة جروب جروب بقوم حتة واحدة، اكبرهم واصغرهم بكنترول شيفت برضو لحد ما يملوا الصورة، وانا بكبر وبصغر نزلت لتحت اهي مفيش مشكلة، تنزل وارفعها بالسهم فوق تحت اهو، انا بضغط على السهم وارفع او امسكها بالماوس ارفعها كده. تملالي لحد تملى لي نص الشاشة والميد لاين مظبوط، تعرف من اذا كنت شغال صح هتلاقي الميد لاين بتاعك مظبوط، ده اللي يأكد لك انك ماشي تمام. يلا اعمل الحركة دي. الدي اس دي صعبة يا جماعة انا عارف مش سهل قوي يعني، بس ترين يور سيلف يعني، انا بحاول اشرح مرة واثنين وثلاثة، مش بالضروري انك تطلع من قدامي دلوقتي لغاية كل حاجة، ده طبيعي خالص يعني، لكن تطبيقك وانك تحط ايدك ده اللي انا عايزه، عامل زي الطفل الصغير لسه بيتعلم المشي مش هتقوم تجري يعني، انا عملت الكلام ده 7000 مرة قبل كده، انا عملته النهاردة 7000 مرة قدامك، فده طبيعي ان انا مكرره، لكن انت لما تكرره هتعمل كده. انا اول كورس دي زي روحته وكان كورس برايفت وكنا 10 بس، خلصت الكورس كنت اخر واحد مخلص، ما كملتوش ما طلعتوش للاخر عادي، بس لما روحت البيت طلعته، فهو ده اللي انا بعمله معاك، انا هجهزك بس وبعد كده انت هتطلعه. هعمل لكم بتاعه الجروبنج دي تاني. تمام، احنا عملنا الصوره عندي خلاص بقى صغرتها، وقفت مرحله الكروب كنترول ايه جمعت كله، كليك يمين جروب جروب بقوم حته واحده، همسك الصورة من الطرف واعمل بكنترول شيفت، ما اعملش بقى بصوا هعملها لكم من غير كنترول شيفت اهي، بصوا كده باظت اهي ما ينفعش، فهرجع كنترول زي كنترول شيفت اكبر، هرفع الصورة لفوق سنترها في النص كده. تمام، ارفع بالماوس ارفع بالاسهم اللي انت عايزه، هبعد بعيد عشان اعرف امسكها اكبرها عشان الماسكة من تحت اهي، كنترول شيفت اكبر حجم كده مظبوط بالنسبة لي، احطها في النص كده. تمام، هقرب تاني عشان ابقى شايف.
احطها في الحتة اللي انا عايزها. تمام. الخطوة اللي بعد كده زي ما كنت عامل جروبينج، كليك يمين كلمة جروب، ان جروب في الكوم عن بعض، اكس بدل ما كنت عامل جروبينج اعمل ان جروب. بعد ما عملت الكروب يا دكتور بقيت الصورة مش بتشبه. بأكد الكروب ازاي؟ بتضغط ضغطة شمال، اعمل بس ماينس عشان توسط تكبر يعني تبعد بعيد، واضغط شمال في اي حتة بعيدة عن الصورة نفسها بس كده. طيب الخطوة اللي بعد كده يا جماعة، تمام، الباقي بقى كله لعب على الصورة دي. هتاخد الصورة دي زي ما هي كده، زي ما علمتك برضو، كلها سلايد 17، كنترول سي كنترول في، اعمل لي منها نسخة تانية عشان ما تبوظش الشغل اللي انت عملته. بقى عندي اتنين سلايد اهو متكررين، لو ضغطت كنترول في هيعمل لي نسخة تالتة وهكذا. تمام، بحفظ نسخة عشان اقدر اعدل عليها. طيب الخطوات الجاية ايه؟ تعالى ناخدهم واحدة واحدة كده. عندك تحت السمايل لاين هتاخده وتحطه على الشفة التحتانية، تمام، وتشده من الجنب كده لحد ما توصله للآخر كده. عندك السمايل لاين اللي تحت التاني هتاخده تكمل بيه الشفة، بقى معاك شفة بالمنظر ده. محدش بقى يعمل حاجة، بص بس ورايا انا هعمل ايه. بعد كده هتاخد الجولدن بروبورشن ترفعها لفوق، تمام، تلاقي الجولدن بروبورشن فيها خط اخضر خط ابيض، 1 2 3، النسبة 1.6 ل 1 ل 0.6. هتكبره وتصغره بالكنترول شيفت، بالكنترول شيفت، بحيث ان الخط الاولاني يبقى ملمس في السنة الاولانية. كنترول شيفت، بص انا كبرت اهو بعيد عن السنتر التانية، هعمل لك زوم عشان تشوف شوية. تمام، تاني هصغر شوية، انا هشتغل الجايد بتاعي الرايت سنترال كده، مال مني. كنترول زي، كنترول شيفت تاني، بص هنا عندك لما بتكبر وتصغر انت شغال على السنترال اهو، كبرت وصغرت، بص ايه اللي حصل قدامك. لما كبرت اللاترال كبر معاك والكراين كبر معاك. بص هنا شمال انت عندك العين ده عنده ميز لاترال ناحية الرايت، رايت سايد، والليفت تمام مفيش مشكلة. بص الكراين الديستال بتاعه هنحتاج نشيل منه ايه عشان نخليه لاترال، بص بري مولر هنحتاج نضيف فيه قد ايه عشان يبقى كناين. اعيدها كلها تاني ما تخافوش، يلا اشتغل وانا اعيدها معاكم تاني اهو. كنترول زي كنترول زي كنترول زي، برجع 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 برجع، تمام، الاقي خط تحت اهو، معلش هو مش باين قوي باهت هنا، ارفعه فوق هنا اهو وارفع الخط التاني اهو. بقرب اهو عشان تشوف الخطوط اهي. تمام، هتيجي من الخط ده تمسكه من الطرف كده اهو، اي غلطة حاجة تغلط فيها اعمل كنترول زي، وهتضغط على دوام الطرف لحد ما توصله للكوميجر جناب شفايف العيان، الانتر كوميجرز تقف عندها بمنتهى البساطة. بعد كده هتجيب الجولدن بروبورشن ارفعها لفوق، ظبط الميد لاين بتاعها يكون ماشي مع الميد لاين، امسكها من الجنب كنترول شيفت كبرها وصغرها بحيث انك تقف عند الديستال بتاع الليفت سنترال انسايزر.
باعتبار ان هو اكتر حاجة مظبوطة عندي. هعمل زوم عشان اشوف، محتاج يتحرك سنة كمان. محتاج ارجعه سنة كمان، همسة كله كله وانا حاطط الكنترول شيفت، كله وانا لازم ابقى ضاغط على الكنترول شيفت، لازم كده ظبط بالملي اهو. هعمل زوم وابص عليه، الخط الاخضر اهو في الميد لاين، والخط التاني عند الديسبلاي سنتر، الباقي ده بيطلع اوتوماتيك، هو متبرمج اوريدي. تمام، اسيبكم برضو تشتغلوا وانا معاكم، اللي عايز يسأل في حاجة يسأل. بتاع اللور ليب من غير كنترول شيفت، انما بتاع الجولدن بروبورشن بكنترول شيفت. تمام، الخطوط اللي بالطول دي بتمثل ايه يا دكتور؟ دي بتمثل جولد بروبورشن حبيبي. هعيد كله تاني، كنترول زي كنترول زي كنترول زي كنترول زي كنترول زي، هبعد اهو، هجيب الخط من تحت احطه على اللور ليب وامسكه من الطرف اهو، ده من غير كنترول من غير اي حاجه، واجيب الخط ده اهو ارفعه تاني على السوبيريور بوردر بتاع اللور ليب اللي هو انا شرحته في الاول، اللي هو بيمثل معايا ده بالنسبه لي اهم حاجه. شوف هو بيتوه مني ازاي، هبعد بره واضغط بره اهو عشان اعرف امسك الصوره. اتحركت مني كنترول زي، انا هوريك كل الغلطات. الصوره اتحركت مني تاني كنترول زي، عايز القط الخط ده ولا بيمسك في الصورة كده، ماسك فيه تمام، هظبطه كده تمام، عايز احركه يمين وشمال اهو بقى معايا تمام. التاني همسكه برضو لقطه اهو، هجيبه للاخر اهو، الجولدن بروبورشن ارفعه احط الخط الاخضر في النص، امسك كنترول شيفت ابدأ اكبر واصغر اهو، جبته لك من اول مرة اهو. تمام، اتحرك معايا سنة يمين اهو، هاته على الميد لاين بس كده، الباقي سهل على فكرة، الباقي سهل. انا مسحت الخطوط ارجعها تاني ازاي؟ كنترول زي يرجع باي خطوه، كنترول زي بترجع باي خطوه. الخطوه اللي بعد كده، وبعد كده هرجع عيد تاني، هتخش على سلايد 25. تمام، احنا قسنا طول العرض الفيس طلع معانا 75%، هاخد البوكس ده اهو بتاع ال 75 كنترول سي، بعمل له كوبي او كوبي. تمام، بوكس اهو 75 كنترول سي، واروح بيه عند السلايد بتاعتي، حطه في اي حته، اعمل اضغط بره السلايد كده، اعمل كنترول في، البوكس عندك اهو، هتصغره وتكبره، هتصغره وتكبره بكنترول شيفت برضه. طيب احطه فين البوكس ده يا دكتور؟ بص بقى قبل ما تحطه، انت المفروض ظبطت المفروض ظبطت السوبيريور بوردر بتاع الليب وعملت عليه خط، هات بقى الخط ده اهو. تمام، اضغط عليه لحد ما تقفشه بالراحه كده، مسكته اهو، هرفعه هرفعه، هفضل ارفع فيه، ترفعه بالماوس ترفعه بالكيبورد اللي انت عايزه لحد ما يبقى مماس للسنترال بتاعي بالمنظر ده. تمام، المفروض انك بتخليه مماس لاول سنه تقابلها، اول سنه انا هقابلها هنا ايه؟ انا رحت للسنترال، فين السنه؟ اول سنه هقابلها القناين، يبقى انزل بيه لحد ما يلمس القناين كده، لمس معاه القناين تمام، همسك المماس التاني ده اهو وابدا ارفعه وامشيه مع اليمين، مش مع اول قناين يقابله، همشيه مع اليمين، يبقى اليمين ما تختلفش بقى عشان كلمه يمين وشمال هنا بتلخبط، خلينا نقول بقى ليفت سايد ورايت سايد،
تمام، هي معكوسة، انتوا عارفين احنا كأننا بنكتب دي حالة، كأنها حالة. يبقى المماس الأولاني ده أهو، أحركه لك تاني أهو، أحركه لك حتى كده الصورة جت معايا بالغلط، كنترول زي، هضغط ضغطة بره لحد ما أجيب الإيه الخط ده لوحده، تمام أهو. بص بحركه لك أهو، حطه بحيث إنه يلمس الإيه أول سنة يقابلها في وشه القناين اللي هو اللي موجود في الليفت سايد بتاع الرايت سايد اللي هو ده اهو، همسكه لك اهو، هتحطه بحيث انه يبقى ماشي مع التاني، تمام. وبعد كده تجيب البوكس بتاعك ده اللي انا كنت جايبه اللي هو 75%، حاول برضو تمسكه، شوف جاب الصورة والبوكس. لا انا عايز البوكس بس، جاب الصورة بس، الحاجة اللي بيمسكها بيعلم حواليها ابيض يعني عشان بس تبقى متخيل. هتجيب البوكس ده تحركه تحطه عند السنتر اللي اهو، تمام، في التقاطع ما بين اللاين بتاع السوبيريور بوردر بتاع اللور ليب والميد لاين، وتمسك كنترول شيفت وتصغره، تمام، اسف هتمسك شيفت بس، سوري شيفت بس، وتصغره من غير كنترول بقى عشان عايزه يصغر بس ناحية الايه، ناحية جنب واحد، بحس انه يقف عند نهاية الجولدن بروبورشن، وقفه محدش يعمل حاجة، انت بس تبص دلوقتي انا بعمل ايه، محدش يعمل اي حاجة، انا هعيد ده كله تاني. وبعدين تمسك الخط ده اهو اليمين، تعمل كنترول سي كنترول في، تعمل منه نسخة تانية وترفعه لفوق بحيث انه يمسك اخر البوكس، يبقى واقف عند طرف البوكس، وتقوم جايبه من الجنب كده اهو، شده بنزله بحيث انه يتلاقى مع الخط ده. شايفين الخط ده مايل قوي ازاي بتاع الليب لاين؟ ممكن تنزله سنه، ما تبقاش اوفر يعني، يعني الحاجات دي اربيتري، ماهيش لازقه في حته واحده. بص باظت مني ايه، كنترول زي، باظت مني ايه، كنترول زي، ادي الخط الواحد اهو، هتخليه يتقاطع مع ده كده، تمام. هتيجي عند الخط بتاع الناحية التانية، كنترول زي كنترول في، باظت مني اهو، كنترول زي تاني، سهلة، كنترول زي تاني، كنترول سي، عملت منه نسخة تانية برضه هعمل فيها نفس الكلام، هرفعها فوق، ده اسمه جينجيفال لاين يا جماعة. نهاية الليسة المفروض يبقى مكانها فين، واخليها يتلاقى مع اللي تحت ده اهو، واظبط ده معاه. يبقى انا كده عندي السمايل لاين اللي اتلاقى مع اول سن اللي هي القناين، وعندي جينجفال لاين اللي هو بعمل له كوبي وبحطه فوق على اخر البوكس اللي هو ال 75% اللي هو طول وعرض السن اللي مظبوط معايا، والبوكس ظبطت عرضه على اساس الجولتن بروبورشن. يبقى انا بعمل الجولتن بروبورشن اول واحط البوكس فيها اللي هو طول العرض، وبعمل كوبي للسمايل لاين وانقله فوق، تمام. هعيد كله تاني، هعيد كله تاني، شوفوها مرة كمان وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه، شوفوها بس مرة كمان بعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. اللاين كان تحت هنا مظبوط، هاخده، جت معايا الصورة، هعمل كنترول زي، احاول امسك اللاين كده، انا مسكته صح، هاخده لحد ما يعمل مماس لاول سنه، اول مماس لاول سنه القناين هثبته على كده، ما ترفعش ده بقى من فوق من ناحيه الميزه، ثبته على كده، تمام. هتاخد التاني بتاع الناحيه التانيه تبدا ترفعه لحد ما يبقوا الاتنين كونسايزد مع بعض، اوكي كده تمام. هجيب البوكس بتاعي القطه واقوم احركه واحطه مماس ما بين، هقرب لكم خالص اهي في الحته دي في الزاويه دي، تمام، ما بين السوبيري بوردر اللاين بتاعي بتاع اللور ليب وما بين الميد لاين، وامسك البوكس من الجنب كده وبشيفت بس، دي الحاجه الوحيده اللي بتتك فيها شيفت بس، واصغر لحد ما يظبط معايا. يبقى انا كده الريشيو بتاعتي تمام. هاخد اللاين هبعده عشان تشوفه كويس، هعمل هاخد اللاين ده تاني، كنترول سي كنترول في، كده عملت من نسخه تانيه، ارفعها لفوق تعمل ممس مع السنه دي، هيبقى طالع لبره قوي كده يا دكتور؟ لا
هاخده من الجنب كده نزله يتقاطع مع ده، بس ده يا دكتور اوفر قوي لفوق، نزله سنة تحت مفيش مشكلة. الناحية التانية نفس النظام، هات ده كنترول سي كنترول في، بقى معايا نسخة تانية منه، ارفعها لفوق كده الصورة اترفعت معايا، ارجع باك ارفع ده لفوق تمام، واعمله ممس تقطع كده، اظبط اللي تحت عادي، الحاجات دي اربيتر اظبط فيها وخد وقتك فيها يعني، هات ده تحت سنة كده يتقطع مع بعض المنظر ده عند الكوميجرز كده. انا تمام كده، انا حاجتي تمام ودنيتي تمام كده، انا ظبطت الجولدن بروبورشن، وبعدين جبت البوكس ظبطت على اساسه، وبعدين جبت السوبيريور بوردر حطيته، وبعدين حطيت الجينجفال لاين، جينجفال لاين اللي هو الخط اللي فوق تمام، السمايل لاين اللي هو الخط اللي تحت كده عشان تظبط عرض مع طول السن. يلا اعمله قدامكم وانا معاكم اهو، ممكن تسيف اللايف، هسيفه والله لازم يتسيف. طب لو الرايت سنترال مش مظبوطه يا دكتور اظبط الخط على ايه؟ حلو السؤال ده، حلو قوي، جميل السؤال ده. انت هتاخدي الجولدن بروبورشن بتاعك، البوكس بتاعك اللي انت ظبطتيه على وش العيان تمام، بعدين هتاخدي البوكس ده وتبداي تحطيه على السنان، السنه اللي تلاقي البوكس ده الجولدن بروبورشن مظبوط عليها هي السنه اللي انت تشتغل عليها بمنتهى البساطه، سواء رايت سنترال ليفت سنترال لاترال وهكذا، او اقرب حاجه ليكي، اقرب حاجه ليكي ممكن البوكس الازرق تاني. لا البوكس الازرق مش قصه، انت هتيجي تجيبه من تحت اهو تمام، اللي هو ال 75% اللي هو انا جبته من وش العام الاول، كنترول سي هترفعه لفوق، كنترول في جبت لك بوكس تاني اهو خالص، هحطه لك على السنه التانيه، هنقله لك هنا اهو، هعمل لك زوم عشان اوريك بيتنقل فين بالظبط، عند التقاطع بتاع الخط الميد لاين مع الخط ده هو بتاع السوبيرير بوردر بتاع الليب، وامسكه من الطرف كده واضغط شيفت وابدا اصغره بحيث انه يلمس اخر خط في الجولدن بروبورشن اللي هو ده الخط ده، حركته غصب عني اهو، كنترول زي بس يا سيدي، باك هرجع لك تاني عشان تشوف. احنا قربنا نخلص على فكرة يعني، انا الحاجات الباقية سهلة ما عدا حتة نقل الصورة من مكان لمكان، دي اللي رخمة شوية، ودي مش عايزك تعملها قدامي، دي تقعد في البيت كده تتمرن عليها مع نفسك يومين كده عشان رخمة قوي، انا هشرحها بس. خدوا وقتكم يا شباب انا معاكم اهو، هنا بقى من خلال الصورة دي بقى تقدر تعرف آخر السنة تقدر تزود فيها قد إيه، والجينج بتقدر تحط فيها قد إيه، والعروض بالظبط قد إيه، وكل حاجة قد إيه، تديها بقى للمعمل هو بيشتغل برواق بقى على الكلام ده. طيب معلش بقى يعني إيه، وقفوا معايا ثانية هوريكم، بس مش ما تعملوش بقى الخطوات دي ورايا. الدكتورة انا المربع بتاع ال 75 مش بيجي معايا، هاتيه بس اضغطي عليه من تحت واعملي كنترول سي واطلعي عند الصورة، اضغطي كنترول في هتطلع والله على طول كده، الخط اللي تحت مش لامس القناية نرفعه تاني. الخط بالظبط، عندنا هنا اترفع سنه، ارفع سنه يا سيدي، لمس القناين، بص هظبط لك كل حاجه في ثانيه، ارفع سنه كده لمس القناين، وبالتالي هضطر ارفع البوكس سنه، جدع كويس انك شفتها كده، الصوره هي اللي رفعت معايا، هعمل كنترول زي ارفع البوكس سنه تمام، اشيل البوكس التاني اللي ملوش لازمه ده، انا مش محتاج غير بوكس واحد بس، ثانية اظبط كل ده، عشان كده بقول لك انا بعمله قدام العيان. ولا تزعل يا سيدي، عندك اي كومنت تاني؟
بصوا بقى، وقفوا دقيقة معايا، وقفوا دقيقة معايا عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه. هناخد الصورة دي كنترول سي كنترول في، السلايد كلها هعمل منها نسخة تانية عشان لو باظت معايا. تمام، شيل بقى الجولدن بروبورشن دي، هتعمل زوم. دي ما تعملهاش قدامي دلوقتي، دي اعرفها بس للمعرفة، عشان لو جات لك عيان ريتراكتد ومضطر تنقل الصورة من هنا على هنا. انا اشتغلت كل الشغل هنا على الصورة اللي عين فيها فول سمايل، انا المفروض اشتغل لك اوريدي الكلام ده كله على ريتراكتد، فانا هوريك انا هنقل على ريتراكتد ازاي، لكن ان شاء الله مش هتحتاجها. اغلب العيانين على فكرة، يعني بنسبة 95% من الحالات اللي بتجي لي بصراحة كلها العيان بيضحك، بعرف انا اجيب السنة بتاعته كاملة. بص بقى، هتعمل فوق انسرت، تمام، لاين، ادي الاشكال اهي، الشيبس اهي، اختار منها خط، شد الخط من اول هنا اهو، اختار اي لاند مارك، دي اللاند مارك اللي انا هختارها لحد هنا، اختار اي لاند مارك انت عايزها، كل واحد بيعمل لاند مارك على مزاجه. هشيل البوكس ده عشان مش حاجه، ادي الخط الاولاني، تمام، هعمل منه نسخه تانية، وهعمل مماس تاني من هنا اهو، من ناحيه، شد من الحته اللي انت عايزها، عايز تجيب من الكناين، عايز تجيب من اللاترال، عايز تجيب من السنترالز، اعمل اللي انت عايزه، شد خطين في اي مكان في اي حته لهنا، بس انا بحاول اجيب مكانين مميزين اللي هي الهايف كونتور عشان اعرف اطلعهم تاني، عشان اعرف اعمل دوبليكيشن تاني. ادي خط هنا، خط هنا اهو، عرفت اميز شكلهم، عرفت اميز مكانهم بالظبط، وانا عارف الخطين دول فين ونهايتهم فين، تمام. هرجع من بعيد اهو، شايفين الخطين دول؟ دول المماس بتوعي. هعمل ديليت للصورة دي خالص خالص، انا حذفتها خالص اهو. فين صورة العيان بقى وهو ريتراكتد؟ انا عايز بقى صورة العيان، تمام، وهو ادي صورة العيان اهي يا جماعة، فرونتال فيو ريتراكتد. هعمل كنترول سي، واخدها كلها على بعضها، واروح السلايد بتاعتي الجميلة، وهعمل هنا كنترول في، الصورة عندي اهي، هعمل لها كروب، هقطعها، اضغط عليها ضغطتين، هيطلع معاك حاجات وهيطلع معاك حاجات عادي خالص، تتعامل مع الموضوع طبيعي. جيبها بس كده في النص الأول، أظبطها، أضغط عليها تكتين، أعمل كروب، شيل بس بتاع اللي في الجنب ده أهي، أجيب سنان العيان بس زي ما عملت قبل كده بالظبط. هضغط بره، هعمل زوم، هاجي على الصورة، كليك يمين، سند تو باك، أنا بعيد تاني، تمام، هرفع الصورة دي فوق. المفروض بقى إن أنا أكبر وأصغر الصورة دي بحيث إن أنا أجيب نفس اللاند ماركس دي في نفس الأماكن. بص معايا، بدأت أكبرها أهو بكنترول شيفت طبعا من بعيد عشان ابقى شايف كويس، كنترول شيفت، ايدي ضغط على الكنترول شيفت ده على طول لازم. بص معايا، بوريك اهو بكل الطرق اهي، تمام. انت اللي متاح ليك في الصورة انك تحركها يمين وشمال وفوق وتحت، مش متاح معاك اكتر من كده. كنترول شيفت، لازم انقل كل المقاسات دي، المقاسات دي كلها في نفس الاماكن اللي انا اشتغلت عليها اول مرة. هتقرب كده عشان تشوف، لسه ما ظبطتش،
هتبعد تاني. ممكن بص اقول لكم حركة حلوة، هتقطع لها تكتين كمان، هعمل كروب كمان تمام، عشان كل ده خليني مش شايف كويس، ملوش لازمة. هجيب اهو، هجيب اهو، بعمل ماينس اهو عشان اضغط التكة اللي بره عشان احافظ على دي. هقرب اهو تاني، كنترول شيفت، اضغط على الصورة. طبعا الميد لاين لازم يبقى مظبوط معاك. سنة بسنة، ما تستعجلش في الخطوة دي. اقعد بقى اجيب في يمين وشمال كده لحد ما تظبط معايا، بس اهم حاجه ايد ضغط على الكنترول والشيفت. صغر بس، فاضل بس حاجه بسيطه فيها. نقلت لك نفس اللاند ماركس بكلها على الصور الريتراكتد كده دلوقتي. يعني انا ليه بعمل القصه دي اصلا؟ يعني الفيلم العربي اللي حضرتك عامله ده كله عشان يا دكتور، عشان انا هشتغل على الصوره دي، المفروض ان انا هشتغل على الصوره دي مش على الصوره الريتراكتد، على الصوره السمايل. اسف، انا بشتغل على الصوره دي بس، انا اغلب العيانين بريح دماغي وبخلي عيان يضحك فول سمايل وبشتغل على الفول سمايل، عشان ما اقعدش بقى اخد فول سمايل واخد ريتراكتد واشتغل على ريتراكتد وارجع انقل كله على الفول سمايل. هنا عشان اظبط الزوايا اللي هي الطول مع العرض تمام، برضه ما تهمنيش قوي، ريح دماغك زي ما اقول لك كده وخلي عيني يضحك للاخر، ونادرا لما هتقابل الموضوع ده. انا بس عايز اعرفك انت بتنقل من هنا لهنا ازاي. اوكي، نرجع بقى للي بتاعتنا اللي هي سلايد رقم 18. خلاص انت ظبطت الشكل بتاعك وظبطت ديزايناتك، عايز ترص اسنانك وتظبط دنيتك، هتنزل تحت على سلايد رقم 27، هتلاقي اشكال كتير قوي تمام. كل دي اشكال، تختار الشكل اللي انت عايزه. خد المجموعه دي كلها على بعضها كده تمام، كنترول سي، واطلع على السلايد فوق، حطها هنا، كنترول في، اتنسخ خفايف الجنب. هنا بقى مفيش لا كنترول شيفت ولا كنترول ولا الكلام ده كله خالص نهائي. امال بترصهم ازاي يا دكتور؟ هاخدهم سنه سنه. ادي الاولانيه اهي، احطها جوه البوكس بتاعي تمام. ادي السنترال اهو، حرك بقى، بفتح واقفل بقى عادي بالماوس عادي خالص، مفيش هنا خالص موضوع الكنترول والشيفت والكلام من ده. الابعاد بتاعتي ان السنه تكون متقفله جوه البوكس بمنتهى البساطه. يعني ادي السنه اطرافها يبقى ماشي مع مع اللاينز بتاعتي، يعني السنه بتاعتك دي ملمسه اللاينز من كل الزوايا باعتبار انه سنترال. عملت الاولاني اهو، اظبطه تمام كده، الصورة اتحركت معايا. كنترول زي، بضغط على السنة تاني عشان اظبطها، او ممكن اكون ضغط كده على المربع كده الصورة. انت ممكن تضغط تجيب الصورة، ممكن تضغط تجيب المربع، ممكن تضغط، فحاول تمسكها من الطرف كده تمام. بقت عندك اهي، هتقوم عامل ايه؟ احنا قربنا نخلص خلاص، هتقوم عامل كنترول سي، كنترول في، بقى عندك منها نسخة تانية، بقى عندك منها نسخة تانية. طب عايز النسخة التانية دي ليه يا دكتور؟ عشان عايز انقلها الناحية التانية كوبي بيست، تبقى نفس النسخة دي بالظبط موجودة الناحية التانية، مش عايز اصمم بتاعة الناحية التانية. طب ازاي؟ بص، النسخة اللي انت جبتها انقلها الناحية التانية. ايه؟ ايوه يا دكتور، بس دي معكوسة كده. لا، ما انا هقلبها ما تقلقش.
هعمل لك حاجه اسمها ليا فريب هوريزونتال. بص اضغط الصوره دي عليها مرتين، انا دايما بشتغل من اللي في الجنب ده عشان كده بيظهر لي كتير، بس انا مش عايزكم تشتغلوا بيه. ضغطت على الصورة اهي، تمام، شايفين السلايد بار اللي فوق ده اهو، شايفينه كله اهو، انا بظهره لك كله معايا اهو، شايفه كله ده اسمه سلايد بار. تشفه كله كده وبص عليه بصة سريعة، ده اللي بتعمل منه كل التغييرات. انا ممكن العب في الالوان من هنا، بس انا بس بحاول يعني ايه، بحاول اديكم الحاجات السيمبل، مش عايز ادخلكم في الحاجات المعقده. مش عارف بقى الفيرجن بتاعك بتاع الباوربوينت هيبقى ظاهر فيه انهي واحدة من الاشكال، لان الحاجات دي مختلفة، بتختلف من باوربوينت للتاني، فانا مش عارف انت عندك هيبقى عاملة ازاي، بس انا بحاول اجيب لك الفروب هوريزونتال اسهل واحدة لان ليها كذا واحدة. احنا المفروض بنعمل حاجة اسمها فليب هوريزونتال، يعني بنعكسها الناحية التانية، بتختلف من فيرجن للتاني، يعني كل جهاز كل باوربوينت بيبقى ليه مكان معين. بص انا بلفها ازاي، تحطها في اي حتة بأي شكل. طيب انت بقى عندكو، حاول اجيب لكم الطريقة السهلة كده، شيب انتوا الفيرجن باوربوينت اللي عندكم موديل كام يا ولاد؟ عشان انا عندي بتيجي من حتة صعبة قوي، مش هتبقى عندكم خالص. حاول انزل لكم من عند فيو، انا عندي بتيجي من هنا، بس دي مشكلة بالنسبة لكم، مش هتبقى موجودة عند كل الناس. فعايز اجيبها لكم بالطريقة السهلة.
بص انا بقلبها عندي من هنا، يعني انا طريقتي في القلب من هنا، بس دي مش هتبقى موجودة عندكم كلكم. الفيرجنز انا عايز اظهرها، اجيبها لكم التاسك بار نفسه، لان كان في اوبشن في التاسك بار نفسه بيطلعها بدل اللفة الطويلة دي. طيب انتوا ظاهر عندكم يا جماعة في الاوبشنز عندكم فوق اهم حاجة، يعني انا بجيبش روتيت من هنا، انا بجيب روتيت من الاوبشنز نفسها، انا بشتغل بالتاسك بار اليمين عشان بعمل شغل تاني. انتوا عندكم المفروض يظهر عندك انت فوق كلمة روتيت او فلوب هوريزونتال، انتوا ظاهر عندكم هي ما بتظهرش عندنا، يعني انت المفروض لما هتضغط على تكتين هيظهر عندك هنا اوبشنز. انا بشتغل بالاوبشنز دي اللي على اليمين دي، انا مش عايزك تشتغل بدي خالص دلوقتي عشان دي رخمة، انا عايزك تشتغل بالاوبشنز السهلة. انا بلعب في الحاجات دي فبلعب فيها بطريقة معينة. ما انا برضو انا بعمل فورمات والكلام ده من هنا، انا بعمله من هنا. انتوا عندكم هيظهر عندكم فورمات فليب هوريزونتال ناحية اليمين، بس هي ما بتظهرش عندنا عشان ده الاوفيس الاوريجينال احدث حاجة، فعندي النظام مختلف شوية. انت المفروض عندك هتضغط ضغطتين، انا كنت نفسي اوريها لكم والله. تمام، هيظهر عندك فوق هنا اهو، استنى كده استنى عشان ممكن اجيبها لك بالطريقة دي. بص دي طريقة اهي، بس برضو التاسك بار عندي غير التاسك بار عندك عشان ما تتلخبطش. في الهوريزونتال اهي لفت الناحية التانية، بس برضو ارجع اقول لك تاني التاسك بار عندك مختلف، ما تعتمدش على طريقة انا عشان ما بوظلكش الدنيا، مش عايز ابوظها الطبخة على ايه، على حاجة هايفة. هدلتها خالص اهي، تمام، واجيبها لك تاني كنترول سي كنترول في. تمام، الرينج ممكن تبقى عندك وممكن تبقى مش عندك، لو مش عندك هتلاقي في الجنب كده كلمة روتيت أو فليب. تمام، روتيت عندي هنا بتظهر من جوه التاسك بار التاني ده بتاع الرينج، في ناس مش كده، فبرضه عشان تبقى شغال على اللاب بتاعك مظبوط الدنيا عندك. فليب هوريزونتال عكستها الناحية التانية، تمام، بعد كده حطها في مكانها، جيبها لك بره خالص اهي. انا بقى ما بشتغلش على الخطوط دي، انا بحط السنان على طول، يعني انا اصلا اوريدي برص السنان على طول وبريح دماغي.
ما بوجعش في دماغي في موضوع الخطوط، عشان كده بقوم جايب اللون السنان بتاع العيان ومظبط اللون بتاعه وحاطط السنان على طول من غير الخطوط من غير ما اوجع دماغي بالكلام ده كله خالص، عشان انا اخلص العيان في مرة واحدة. طيب لو انت مش عندك الخطوة دي وما انتش عارف تجيبها من هنا، ما عندكش الروتيت دي، ان الفيرجنز القديمة ما فيهاش الحتة دي خالص، او فيها بس انتوا بتعرفوش توصلوا لها. في الكورسات دايما كانت دي بتبقى مشكلة بالنسبة لي، ان كل لاب ليه طريقة معينة، فبحاول اوحد الطريقة عند الكل عشان ما تبقاش مشكلة. هتقوم مريح دماغك واخد السنة دي لوحدها كده اهو، ورصص كل واحدة لوحدها من غير فليب من غير اي حاجه، تمام؟ انا بحاول اعملها لك بكل الطرق عشان تمشي على كل اللابات. بعد كده هتاخد اللاترال، انا بحاول ابطأ خالص في الشرح اهو عشان اللي شغال يلحق يمشي معايا. اللاترال يا جماعه يبقى ارتفاعه اقل ما بيلمس فوق وما بيلمس تحت، 1 مللي من فوق 1 مللي من تحت، تمام؟ عايز تاخد بتاع الناحية التانية تعمله اوكي، عايز تعمل فروب هوريزونتال اوكي، اختار الطريقة اللي تريحك حسب الجهاز بتاعك شغال ازاي والباور بوينت اللي عندك انهي فيرجن. هظبط السنترال دي شوية، تمام؟ عايز تاخد اللاترال ده تعمل عليها فليب هوريزونتال مفيش مشكلة. عايز تاخد ده من الجنب تشتغل عليها مفيش برضو مشكلة، اشتغل بالطريقة اللي انت عايزها. اي حاجه بتتحرك معايا بعملها بالكنترول زي تاني يا جماعه، اي غلطه بعملها بظبطها بالكنترول زي. رص سنانك معايا لو انت شغال، اللترة تسيب 1 مللي من فوق 1 مللي من تحت، التاسك بار اللي فوق ده يا جماعة ما بيظهرش لما تضغط ضغطتين على الحاجة نفسها، بس برضه بيختلف من فيرجن لفيرجن، بس أنا ما بشتغلش بيه أصلا، أنا بشتغل باللي في الجنب في اليمين ده. أنت عندك يعني كل الطرق تؤدي إلى روما، اشتغل بالطريقة اللي تريحك، شوف أنت مرتاح في إيه واشتغل بيه. آخر واحد القناين، هقرب عشان اشوف القناين بيلمس فوق وتحت طبعا. تمام،
نجيب البوكس بتاع القناين اهو. يا جماعة خلصتوا، هدخل على بعده. شيل بقى الرفاية ده، يلا عشان نخش على الخطوة اللي بعدها. خلاص احنا قربنا نخلصها. الخطوة اللي بعد كده يا دكاترة، هظبط بس القناين ده. تمام، عايز بقى تنقل تجيب أشكال السنان ده، ايه تنزل تحت خالص معايا هنا، تجيب الأشكال ده، دي أشكال ايه، كل دي أشكال سنان بنفس الطريقة، ناخدها على بعضها كده اهو، كنترول سي. وبعدين تطلع السلايد بتاعتك وترصها، مفيش اي مشكلة. شوف انا عامل كام نسخة للسلايدز. طبعا المفروض ما تعملش كل النسخ دي في الاول، بس بتعمل كل النسخ دي لحد ما تتعود على الشغل، بعد كده مش للدرجة دي يعني، متبقاش اوفر. تمام، كنترول في، ادي السنين اهي، وتبدأ ترصهم سنة سنة بنفس الطريقة، تحط السنة تحطها في مكانها، تظبط زاويتها. حاول اقرب لكم عشان تشوفوا، انا ما برصش خطوط، انا برص اسنان بس على طول، يعني بريح دماغي من الموضوع ده.
تختاري العيان على طول الشكل بتاعه بيبقى عامل ازاي. ادي السنة اهي، تمام. تبدأ برصها بنفس المنظر زي ما قلت، دور على الفريم هوريزونتال عندك ازاي لو عايز تنقل الناحية التانية، او هات السنة اللي موجودة ده اهي وحطها على طول انت ودماغك. يعني عايز تجيب دي وتحطها على طول ماشي، عايز تعمل فليب هوريزونتال اوكي. فليب هوريزونتال عندك يا اما من فورمات اوبشنز، يا اما زي ما الطريقه اللي عندكم اللي ظاهره عند زمايلكم دي، بس دي ما بتظهرش عندي لان انا مظبط التاسك بار انه يظهر اوتوماتيك على اليمين، مش مظبط انه يطلع على طول الا بلفه طويله كده، فبتجيب لي شلل لما بعملها. تمام. طيب رصيت سنانك وخلصت، ايه الخطوة اللي بعد كده اللي محتاج تعملها بعد رصة السنان؟ فك الكروب عشان بس ما ضيعلكمش وقتكو اسنانك كلها، تمام. وفك الكروب. هتفك الكروب ازاي؟ الموضوع سهل خالص، شيل بقى كل ده بعد ما ترص سنانك وترص دنيتك. رصيت لك بس الاتنين سنترال، امشي على اللاترال والكناين بنفس الطريقة، شيل كل الخطوط دي مش لاقي اي لازمة، شيل ايه، حاول بس تلقط الخط عشان ماسكه رخم. هات السلايد نفسها لو تاهت منك. شيل السمايل لاينز دي كلها، شيل كل ده ما عادش لاقي لازمة. ده التاسك بار اللي انا بقول لكم عليها يا جماعه اللي انا بشتغل بيه على طول، لان مفيش وقت اوبشنز كده ببقى عايز اعملها. الصورة راحت معايا بالغلط، كنترول زي. الخط التحتاني، الخط الفوقاني، كنترول ايه، هتختار كله كليك يمين، جروب جروب بقى مجموعة واحدة. هترجع باك تضغط على الصورة كلها ضغطتين، تمام. هتظهر لك فيلم فوق كروب اهي، هتعمل كروب. عايزين بقى الصورة كلها، نرجع لأصلنا، شيل بس ده اهي، اعمل ماينس عشان تشوف الصورة من بعيد. انا عايز الصورة كلها على بعضها. بفك الكروب واضغط ضغط اهي، اعمل زوم، هتلاقي السنان موجودة مكانها بس كده عادي. تاني، تعالى نعيد تاني. دي اخر حاجة بقى معانا النهاردة عشان انا برضو هبطت. عايزين تشوفوا شكل السنان كلها مرصوصة برضو، انا معاكم ما عنديش مشكلة، اعملها لكم بسرعة اهي. مفيش كنترول شيفت هنا ولا اي حاجه من الكلام ده خالص، ها ما تنسوش. وانت ممكن تتحكم فيها يا دكتور بشكل احسن من كده. اه ليها كذا طريقه تانيين لو انت عايز تعمل ايه، بوينتس لوحدها، تمام. يعني انا ممكن العب في كل نقطه لوحدها وانا بحرك اللاترال ده، بس انا مش عايزك برضو تعمل الفيلم ده، انا مش عايز اصعب الموضوع عليك بصراحه. انا عايزك تنجز كده في 10 دقايق قدام العيان وتفضل روح يا عم الحاج. مش عارف بقى دي موجودة عندكم ولا لأ، بس هي بتطلع عندي بالشكل ده.
كناين اهو. كنترول سي كنترول في، بنقوله الناحية التانية. الرينج في الهوريزونتال، المفروض ان انت عندك كليك يمين تظهر على طول، انا عندي لفة شوية، فمعلش مش عند كل الناس، وانا بحب اشرح بالطريقة اللي الناس هتشتغل بيها، ما اشرح لكش حاجة وتروح انت تخترع حاجة تانية. كل واحد يدور عليها عنده بتمشي ازاي. فليب هوريزونتال تمام، عشان هي بتنجز بس شوية. شيل كل ده، شيل 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 الخطوط دي كلها، شيل الخطوط دي كلها. شيل كل ده. عايز تلون السنان؟ بص كوركشنز، دي لون فاتح اهو تمام، الالوان كتير. كولر تمام، عايز دي، عايز اللون ده مثلا، موجود. اشتغل على اللون اللي انت عايزه. عايز اشتغل على ده. ساعات بحب اعمل الالوان الفاتحه دي للعيان عشان افرجوا عليه تمام. كوركشنز باخد لتحت ده، وبعدين باخد في الكلر اللي فوق ده. ممكن ده ايه شوية افتح. يبقى لون واعمل وانقل الناحية التانية الاول، يعني خلي التلوين اعمل نص بنص الاول. هي خطوة مش مهمة قوي يعني، بس انا بعملها منظرة يعني. احاول اديهم كلهم نفس اللون. ده هيحتاج يغمق شوية، يفتح شوية. عايز اشيل مربع الازرق ده بس القطه بقى. بص اعمل دي كده عشان ساعات بتبقى رخمة، ممكن اشيل ده كمان. ولا تزعل، بس اعملها في سنة واحدة، متعملهاش في كذا سنة عشان ما تبوظش الالايمنت بتاعك. بس ما تعودش عليها، انا عشان حافظ مكانها بس مش اكتر. تمام يا دكاترة، هضغط على الصورة تكتين تمام. عملنا جروبينج، ما عملناش جروبينج، شفت هننسى ازاي. اقفل ده، كنترول ايه، كليك يمين، جروب جروب تمام. تكتين على الصورة، كروب افتح الصورة الآخر. تكة كده، دي السنين اللي هتوريها للعيان. اختار اللون على مزاجك، اختار الشكل على مزاجك. هتيجي تقول آخر حضرتك هتبقى عامل بالمنظر ده، بس ده موتيفيتيف بس تمام. انما اللي يهمك بقى في الديجيتال سمايل ديزاين ده ما يهمنيش في حاجه. انا اللي يهمني المقاسات اللي انا هوريها للعيان. فين الشغل بقى اللي انا هوديه للمعمل.
بص معايا اخر حاجة بقى عشان نتوكل على الله. خلاص شفتوا دي وفهمت فكرة الكروب تمام، وفهمت انت بتوري ايه العيان ده موتيفيشنال. مش هعمل لكم كنترول زي اهو. بص انا عندي السلايد بتاعت اللي كنا شغالين عليها راحت، ما عملتلهاش كوبي. هوريك السمايل ديزاين بيخلص في قد ايه حقيقيا. يعني متاخدش وقت كتير زي ما انت متخيل. بس انا عملت لهم شوف شتهم من مكان لمكان، جم مظبوطين في مكانهم ما جم مظبوطين عشان ناقل الابعاد مظبوط مش اكتر. يعني بص معايا مالكش دعوة انت بالخطوات دي خالص. انا بعيد بس الحاجة تاني. بص لما جيت نقلت السنة طلعت كلها مظبوطة ازاي، تيجي في مكانها عشان انا شغال صح من الاول. اخر حاجة معانا يا دكاترة، المسطرة. المسطرة دي المفروض انها بتتعاير. بتتعاير ازاي؟ انا بجيب المسطرة دي هنا. ايه المسطرة دي؟ انت بتيجي عند بوق العيان وتقيس تمام، بتشوف عرض السنتر من رايت لليفت كام. إيه ثانية واحدة مظبط الصورة. برضه هبطت منكم بصراحة، الشرح كتير قوي. نخلص يا شباب، شايفين المسطرة ده ايه؟ هتاخد المسطره دي هتيجي عند بق العيان، هتقيس مثلا العرض بتاع الليفت سنترال او العرض بتاع الاثنين سنترال مع بعض، وليكن قستهم وطلع عرضهم في بق العيان خلاص او على الكاست 8 مللي، يبقى انا عرض السنترال بتاعي 8 مللي. خليه العرض بتاعي عشان يبقى مقبول شويه، خليه 10 مللي تمام. بص معايا هنعمل زوم اهو تمام. ادي المسطره اهي، اطولها واقصرها، اطولها واقصرها. لو انا حطيت المسطره كده على السنترال بالظبط هيبقى العرض بتاعه 10 مللي، ولو انا حطيتها كده هيبقى العرض بتاعه 15 مللي، ولو انا حطيتها كده هيبقى العرض بتاعه 20 مللي. بص انا هحطها لكم كده اهي تمام، هخليها لكم 8 مللي بالظبط. ما بتسألك انت خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. يلا يبقى انا كده عرض السنترال بتاعي 8 مللي تمام. بص كنترول سي كنترول في 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 في، اعمل منها مساطر كتير بقى معاك. كل دي مساطر هتبقى معاك، استخدم بقى المساطر دي في المعايرة. بمعنى هظبط المسطرة دي كده،
انا محتاج هنا ان انا اعمل جينجيفيكتومي في المكان ده، محتاج هنا بشوف لف المسطرة في اي اتجاه انت عايزه. هات المسطرة دي كده اهي، اهي حطها في الحتة اللي انت عايزها، كنترول دي. محتاج في المنطقة دي ان انا ازود الطول بتاع الانسايزر ايدج. بص لف المسطرة كده في المكان ده اهو، بناء على ان ده الشكل ده مش شيل ده، بس عشان اوريكم الفكرة ماشية ازاي. كنترول زي، بسم الله الرحمن الرحيم. بص هنا، بص المساطر على الابيض، كنترول سي. بص هنا كنترول في، شايف مثلا هنا هتحتاج تعمل جينجيفيكتومي قد ايه؟ المسطرة متعايرة خلاص حوالي 1 مللي. هعمل منها نسختين هنا كده، بص هنا لفها كده. بص محتاج ازود في طول انسايزر ايدج قد ايه؟ محتاج ازود بالظبط، قرب كده، يعني نص ملي. وصلت يا جماعة فكرة المسطرة بنعمل بيها ايه؟ يبقى عاير المسطرة على البيشنت ماوس الأول، دي أول حاجة. هاجي في البيشنت ماوس أقيس من السنتر للسنتر العرض بتاعهم كام، أو أقيس سنتر الواحد أو أقيس على الكاست، وأجيب المسطرة أحطها في البيشنت ماوس أثبتها كده بالعرض حسب بقى الحاجة اللي أنا معايرها، وأقوم حاطط أهو ومكبر ومصغر بحيث انها تديني المقاس الايه مظبوط كده، 20 كده، 15 كده، 10 لحد ما وصلت اهي كده 7.5 تمام. واعمل منها نسخ كتير، كنترول سي كنترول في 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 في، معايا مساطر كتير، خدها شقلبها اعملها اللي انت عايزه. بتعملها على اي سلايد؟ بتعملها على السلايد اللي فيها المربعات البيضاء دي، مش اللي فيها السنان، عشان السنان مش هتعرف تشوف كويس قوي، بس هنا هتشوف حاجات وهنا هتشوف حاجات. انا بشتغل على الاثنين، عشان كده انا عملتها لك على الاثنين تمام. متهيألي كده يا جماعة أنا خلصت معاكم، معلش أنا ظهري وجعني عشان قاعد القعدة دي بقالي ساعتين ونص كده. يبقى إحنا هنشتغل على الريتراكتد فوتو، قليل جدا أغلب صورنا على العيان وهو فول سمايل ديزاين، لو الشفة بتاعته ظهرت هشتغل كله عليها. موضوع النقل على الصورة الريتراكتد والقصة دي ما تهتمش بيها قوي، مش هي الأساس بالنسبة لك، هتعملها إن شاء الله لو أنت العيان ضحك وللاسف ما ظهرش اي حاجه من السنه من فوق، مستخبي مثلا منها ملي او نص ملي ولا حاجه، يعني السنه مستخبيه للاسف هتضطر تعمل كده. موضوع النقل ده تبقى تذاكره وتطبقه ساعتها تمام. اللي يهمك الحاجه الموتيفيشنال اللي هي شكل السنان في الاخر عشان العيان يشوفها، وموضوع الايسات بتاعه المسطره انك بتعملها وبتنقلها المعمل بيشتغل لك عليها. اللايف معاكم محفوظ اهو، هسيبه لكم الشاشين ان شاء الله. انا معاكم بس 3 دقايق لو حد عايز يسأل في اي حاجة. رايح ده احدد اي طول المسطرة على السنترال وامشي على الباقي بالطول ده. انت بتمشي على سنة واحدة وبعد كده خلاص، انت لو قست اي سنة هتطلع معاك مظبوطة، لان احنا كده عايرنا الصورة متعايرة. عرفت ليه ما بنعملش ديستورشن في الاول؟ عشان الصورة تبقى المقاسات عليها حقيقية. طب بظبط المسطرة على أساس إيه؟ على أساس بوق العيان، بكبر ولا صغر المسطرة عادي ولا أنت لما بتيجي تعاير كبر وصغر عادي، بس لما بتيجي تنقلها من مكان لمكان لا تكبرها لا تصغرها، بقت حقيقية. دكتور ممكن حضرتك تحفظ الفيديو لأن الكهرباء قطعت عندي؟ حاضر، عينيا أمام، عينيا حاضر. اسألوا يا جماعة براحتكم، أفرد ظهري بس عشان حاسس بسبازم شديد أوي. دكتور بشيل الاوتلاين ازاي بتاع ازاي بتاع السنان؟ معلش، الاوتلاين الابيض الرخم ده اهو، بتقعد بقى تمسك بالماوس كده تحاول تلقط الخط الابيض تقوم حاسبه تمام، ملهاش حل غير كده، رخمه. انا بس يا جماعه عايز اطمن موضوع الفليب هوريزونتال ده اتحل عندكم، يعني ظهر عندكم اهم حاجه، طمنوني بس الله يكرمكم. الاوفيس اللي عندي ده 365 الفيرجن الجديد الاوريجينال، فبيبقى في لفه كده عم بوصل لها.
بتك تكتين ويطلع لي فوق وش الرينج ويتشقلب. في الموديل القديم 2017 2018 اللي ساعات بشتغل عليه في الكورسات، بتك كليك يمين بيظهر معايا على طول. طب لو الاسنان بروترودد نظبطها ازاي؟ لا ده 12 كلوك بقى، دي اس دي، ده محتاج ساعتين كمان. دكتور لو بعمل كراون ليسنج لفول ارش بحدد السمول لاين على اي اساس؟ لو بعمل كراون لينسنج لفول ارش بحدد. لا ده فين ده، انت عايز ساعتين يا ابني عشان اجاوبك على السؤال ده. لا الفكره هنا مش فكره اسمها ديزاين بس خالص، الفكره هنا انت اولا بتاخد برينا من الكاست قبل ما تشتغل، تمام، عشان تعرف بالظبط انت هتعمل ايه، وبعدين هتعمل فول ارش ابر ولور بس ولا ابر بس والاوفر جيت والديب بايت. اوكلوجن، هي اوكلوجن مالهاش علاقه بسمول ديزاين دلوقتي، احنا بنظبط اوكلوجن الاول وعلى اساسه بنظبط سمول ديزاين. فهي السؤال ده عايز ساعتين اجابه، دي قاعده دي. دكتور انا بعوض الميس دلاترال بالكناين والكناين بالفور، فهل ده ياثر على الاوكلوجن؟ لا مالهاش علاقه بالاوكلوجن، مالهاش علاقه بالاوكلوجن. هو طبعا في نقط معينه لازم تفهمها في الاوكلوجن وانت بتعمل الموضوع ده وانت شغال، يعني لو انت شغال حاله مثلا من كناين للكناين وانت بتحول لاترال لكناين، في حاجه عندك اسمها كناين جايدنس بتظبطها مع اللور، تمام. بس انت بتسالني دلوقتي هو بيأثر ولا ما بيأثرش؟ لا ما بيأثرش لو اتعمل صح. دكتور بحدد ازاي الجينجفال لاين؟ البوكس بتاعي، البوكس بتاعي هو اللي بيحدد الجينجفال لاين. معلش يا جماعه في الظهر بس شد جامد قوي. الجينجفال لاين انت عندك البوكس بتاعك 75% السمايل لاين تحت، الجينجفال لاين الجزء اللي فوق. البوكس 75%، الخط اللي بيبقى تحت هنا اهو ده اهو، تمام، الخط التحتاني ده الجينجفال لاين، الخط الفوقاني اسف الخط التحتاني ده السمايل لاين، الخط الفوقاني ده الجينجفال لاين، ممس البوكس من فوق الجينجفال لاين، ممس البوكس من تحت السمايل لاين. ايه تاني؟ هو الواحد شكله عجز يا جماعة لما ظهري يشد الشدة دي بعد ساعتين ونص قاعدة، الواحد كبر بقى ولا ايه؟ بس حاسس بسبزم شديد قوي. ايه تاني يا جماعة؟ معايرة المسطرة يا جماعة، انت بتقيس في بق العيان، العيان قست عنده طلع عرض السنة، طلع يا سيدي طول السنة هيقلك بالطول، العرض مش جايب معاك، طلع طول السنة 14 مللي، هقوم جايب المسطرة كده اهو، أنا عندك أهي وحاططها كده، طول كده المسطرة طولها، بقت طول السنة هنا 7، قصر كده المسطرة بقى طولها اهو 20، احنا اتفقنا انه كام؟ احنا اتفقنا انها 12، تعال نطولها، طول 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 طول، قرب عشان تشوف، هقرب لك خالص عشان تشوف، تمام؟ كده بالظبط زي ما انا قست في بق العيان، المسطره دي كده بقت سليمه، بقت كل ملي بتقيسه هنا حقيقي. كنترول سي كنترول في في في، اعمل منها مساطر كتير، كل مسطره من دور متعايره، اما تشيلها وتحطها لا تطول فيها ولا تاثر فيها بقى، تلفها بس، تلفها يمين كده وشمال بس. يعني انا هجيبها هنا اهو، احتاج ازود هنا، احتاج هنا اهو كده، بص قصرت مني غصب عني، كنترول زي، تمام، اجيب المسطره هنا اهي، هي بتعمل كده ليه؟ بص القناين ده محتاج اعمل جينجيفيكتومي قد ايه؟ ملي اهو، وصلت. ازاي نحدد البكة الكوريدور في الدي اتش دي؟ ارسمي الفور والفايف، تمام، وبصي على المنطقة ده اهي، هبعد لك اهو، هتقيسي السمايل لاين كلها من اول هنا لهنا، تمام، السمايل لاين كلها من اول هنا لهنا، وبعد ما تقيس السمايل لاين هتقيس المسافه دي بالفور الفورات والفايفات، المسافات دي ما تمثلش غير 13 و17% من الضحكه. عموما المعمل من غير قياسات بيعرف يظبطها على طول. يعني مش محتاج ان انت تقيسي كل ده، ابعتها للمعمل هو بيشوفها بيفهمها، ما تقلقيش يعني. ده لو هو فاهم دي اس دي.
الله يكرمك يا عم حسام، ما تحرمش منك ابدا. دكتور ممكن الخطوه اللي بننقل فيها اللي عملناه للصوره ريتراكتد، الخطوه دي بقى هي محفوظه، برجعوا لها وعدوا عليها تاني، لانها مش لان انا هتاخد في ايدك وقت عم تتعلمها، ما بتجيش من اول مره. اذا كان انا قاعد في ايدي 3 دقايق فهي رخمه شويه في اللي عشان تظبطها بالظبط، بس اعمل زي ما انا عملت بالظبط. انا هنا في شغل، انا يا جماعه ببني وهد، ببني وهد، عمال اعد لكم الحاجه مره واثنين وثلاثه وعشرة عشان تفهموها كتير، عشان كده حتى تلاقوا عندي السلايدز كتير. ايه تاني؟ الابعاد الثابته اللي بنقيس عليها ولا احنا اللي بنحددها بمزاجنا؟ لا انت خلاص، انت الصوره متعايره متاخده صح 1 تو 1، والمسطره متعايره، والكنترول والشيفت طول ما احنا شغالين عشان ما يحصلش ديستورشن، يبقى كل حاجه معانا تمام. الله يكرمك يا مرة، ما تحرمش منك أبدا. احنا بنعاير الطول يبقى 12 على اي اساس؟ على اساس انك قسته على الكاست وقسته في بق العيان لقيته 12، هتقيسه على الكاست بالكاليبر تمام، وفي بق العيان بالكاليبر برضه، بس كده. ما انت قايس حقيقي في بق العيان فانت عارف طوله كويس قوي. انت الجلسه الاولانيه بتاخد طول السنه او عرضها من وش العيان على طول. هو على فكره يا جماعه برضو عشان ابقى اكون صريح معاكم، في حاجات كتير انا ما شرحتهاش، يعني 12 كلوك، الاوكلوزا، هي حاجات محتاج ان انتوا تتدربوا على ده الاول عشان ادخلك على المرحله اللي بعدها، عشان ما تتوهش مني وما تتعبش مني. مرحله اللوك اسبكت ريشيو دي بستخدم برضو فيها حاجات كتير، في شويه اوبشنز كده، تلوين السنان، ازاي اجيب سنه من بق العيان والونه وعلى اساسها احط الالوان، في شويه تريكات كده بتتعمل، بس دي مجلة ادفانسد، يعني هتاخد مننا ساعتين كمان، وانتوا بداتوا تناموا مني وانا بدات ظهري يوجعني. الله يكرمك يا شحاتة. ايه ربنا يوفقكم يا جماعة، يا رب أكون قدرت أفيد لكم حاجة وأضيف لكم حاجة إن شاء الله في الدي إس دي. حاولت على قد ما أقدر والله إن أنا يعني إيه أحاول أشرح كل حاجة بكل الطرق بكل الأشكال بكل الاتجاهات بكل الزوايا على لابي وعلى لابكو، ويعني على قد ما أقدر والله، يعني دي أقصى حاجة ممكن تتعمل أونلاين، ما فيش أكتر من كده ممكن يتعمل أونلاين في حدود معرفتي. يعني هي الناس اللي بتسأل على الكورس، هو بص هو الكورس المنصورة اتقفل حجزه تمام، يعني لسه مبلغني دلوقتي الدكتور كريم ان خلاص كده قفلنا الحجز بتاعه. كورس الاسكندرية بقى، الناس اللي من اسكندرية متهيألي لسه مقفلش، لان انا اصلا لسه فاتح الحجز اول امبارح. دمياط عندكم الايفنت بتاع الجمعة الجاية، هعمل فيه لايف ديمو على الانتير كومبوزيت فينير تمام. القاهرة الايدكس في شهر 3 برضه هعمل لايف ديمو على الانتير كومبوزيت فينير، وهيكون معايا الدكتور كريم معوض اخويا وحبيبي. يفضل عندنا فاضل ايه كده كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بقى بره مصر تمام، بس ده في شهر 3، واللي يحتاج مني اي حاجة يكلمني على الماسنجر، انا عينيا ليك يا ولاد. ليلتكم سعيدة يا حبايبي، تصبحوا على خير.